يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء، أول أيام شهر فبراير. كل شهر وحضراتكم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. كل شهر وانت طيبة يا مين. كل شهر وانت طيب يا أحمد. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. كل واحد هو صغير كان بيحلم إنه يكون حاجة، كل واحد وهو صغير كان بيتخيل ان هو هيكون بشكل معين. يا ترى لما كبرت بقيت نفس الشغلانه ولا لا؟ ولو اتيح ليك الفرصه انك تغير وظيفتك تحب تشتغل ايه؟ هو ده سؤال حلقتنا النهارده اللي مستنيين منكم اجاباته، ونشوف كل واحد كان بيفكر او بيتخيل انه بيشتغل ايه. وخلينا نشوف الشكل التاني، انه بعد ما اشتغل بالفعل هل لو اتيح ليه الفرصه انه يغير وظيفته يقدر يغيرها، يحب يغيرها، ولا يتمسك باللي هو فيه؟ أنت من الشخصيات اللي دايماً بتسعى للتغيير وتحب، ولا تحب الأمور ثابتة وفي حالها مدام مستقرة كده تمام؟ يعني فكرة اللي أنا أغير شغلانتي في حد ذاته، عارفة أغنية فات المعاد؟ خلاص يعني أعتقد ما فيش. يعني عند سن معين بيبقى صعب اللي أنت تاخدي قرار اللي أنت تبتدي تاني حاجة من الصفر أو من البداية. لكن اللي انا بحب التغيير في شغلي، بحب اللي انا كل وقت اللي انا شايف في شغلانتنا كاعلام، اللي انت لو وصلتي لوقت من الاوقات اللي شايفه خلاص انا وصلت لقمه الهرم، دي بدايه الانهيار. انا طبعا ده اللي انا شايفه. ليه؟ لان احنا شغلانتنا على طول بنتعلم فيها، على طول بنقرا فيها، على طول بنذاكر فيها، علشان نقدر نكون مش بس بنطور من نفسنا، نواكب المتغيرات اللي موجوده حوالينا. لكن لو يعني السؤال اللي منا قالته، لو اتيحت ليك الفرصه انك تغير وظيفتك تحب تكون ايه، وايه الوظيفه اللي انت كنت بتحلم بيها؟ انا يعني بشكل شخصي زي اي حد اعتقد كان في يوم من الايام كان بيحلم اللي هو يخش كليه شرطه او الكليه الحربيه. ده فتره المدرسه تحديدا، عارفه اللي هو انا عاوز تطلع ايه لما تبقى ظابط. لا خلينا نتكلم بصراحه. لكن في فتره الجامعه تحديدا ابتدى الحلم بالنسبه لي يتغير، وكنت بتارجت حاجه تانية. انا ليه ما ابقاش وكيل نيابه؟ عارفه كله واخده في كلها لها علاقه بدراستك، بس الى حد ما شايف ان انا شغلانتي ما تختلفش كتير عن شغلانه وكيل النيابه. انت بتحقق، بتحاوري وبتحاولي ان انت توصلي لهدف وتخصصي تحقيقات صحفيه تلفزيونيه، صحفي الاستقصائي. فكره المجال ده تحديدا، انت عارفه ان انا قعدت تقريبا 10 سنين مراسل، ففكره اللي انا كنت دايما وفي اماكن كانت مهمه جدا، ونقلت لنا ياما يا احمد حاجات مختلفه. يعني ما حدش ينسى تخطيطك في العريش ووقت يعني العمليه الشامله حقيقي اشهد لك بانها كانت فكره الاتحاد. يعني دي بقى فكره البحث عن الحقيقه والتنقيب، واللي انت تطلعي الحقيقه فعلا وتوريها للناس في ظل بقى عصر الانفتاح والمعلومات. شايف اللي انا شغلانتي زيها زي، مع طبعا كل الاحترام والتقدير للساده يعني الاجلاء المستشارين ووكلاء النيابه، لكن شفت اللي انا ما بعدتش عن الهدف. بالعكس شايف اللي انا دلوقتي في مكان اسمى، مبسوط اللي انا في المكان اللي انا فيه، لان مش بس اللي انا بحقق، لا انت كمان تقدري تمدي ايدك وتساعدي الناس. ففكره اللي انت تشاوري للمسؤولين على مكان بعينه في مشكله ما، اعتقد ده في حد ذاته نجاح. احنا ده الحاجه اللي بترضينا، واحنا لما
بنروح كده ونلم ونشوف النجاح ده او حد بيدعمنا دعوه حلوه. اعتقد هو ده النجاح. واحد من المميزات ان الناس تكون بتعمل شغلها بجد وبحب، انها في ايا كانت الشغلانه مش بس في شغلانتنا انت بتقدر تمد ايدك وتساعد الناس. صح. لما تخلص في عملك وانت دكتور انت فعلا ساعدت الناس، وانت مدرس انت فعلا ساعدت الناس، وانت سواق المواصلات اللي الناس بتروح بيها شغلها ونزلت في ميعاد واتحت للناس انهم يوصلوا في ميعادهم انت ساعدت الناس. وبمناسبه بقى الدكتور، لان انا دكتوره من الشرقيه قاعده جنبي فانا عارف ان انت اشتغلت شويه سلك اكاديمي لغايه السنه اللي فاتت، لكن قررت ان انت تركزي اكتر كشغلك كاعلاميه يعني او كمذيعه يعني في التلفزيون المصري. شايفه اللي انت حققتي اللي انت عاوزاه، ولو اتيحت لك الفرصه هتختاري او هتفضلي ما بينهم ولا انت شايف ان تو ليت ان الواحد يغير شغلانته؟ لا، انا اعتقد ان مفيش حاجه اسمها ابدا تو ليت، بالعكس البدايات الجديده دايما بتدي كده هدف وبتدي حماس وبتدي فرصه انك تجدد دمك. يعني لما تبقى وصلت لمرحله ما تغيرش الكارير خالص. ليه لا؟ انت مع ان انت ممكن تغيري كارير في سن كبير شويه؟ انا بالنسبه لي انا بحب اللي انا بعمله، فانا بالنسبه لي انا مش مستعده يعني اغير اللي انا بعمله. اللي انت شايفه لكن انت فكره انت بعد 10 سنين و15 سنه لو هبتدي حاجه تانية جديده، انت متخيل حماسك وشغفك انك تبقى عايز تثبت نفسك في وقت قليل؟ لا طبعا، دي حاجه يعني وكانها اعاده تجديد الدماء في العروق. لا، انت مع مقوله تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. يعني لو اتفرض عليا حاجه اشتغلها لحد ما الاقي الحاجه، اشتغلها بمنتهى الاخلاص واشتغلها بمنتهى الحب، علشان لو انا اشتغلتها من غير حب انا مجبره ان انا اخلصها برضه. لكن انا بقى اللي في ايدي ان انا ابقى رايحه شغلي متضايقه ومتنكده كل يوم، و او ان انا اروح مبسوطه وفرحانه باللي انا بعمله، وبشتغل في مجال ظريف الناس اللي حواليا حاسين ان انا في بدي، فأخلي بيئة العمل أفضل لغاية ما أصل للمكان الأفضل لو من وجهة نظري أنا عايزة. يعني ده وجهة نظري ووجهة نظري بقى اللي احنا نشوف وجهات نظر السادة المشاهدين، اللي أكيد يعني هو ده سؤالنا اللي هنستعرض إجاباته يعني مع حضراتكم على مدار الحلقة النهاردة اللي هتستمر حتى العاشرة صباحا. لو أتيحت ليك الفرصة إنك تغير وظيفتك تحب تشتغل إيه؟ هو ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنتظرين إجابات حضراتكم عليه. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم من جديد. لكل مشاهدينا اللي لسه ما نزلوش، خلينا نستعرض معاكم جولة مرورية نبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. احنا عارفين ان في ناس ابتدت تنزل بالفعل وفي ناس لسه ما اتحركتش، وهنبتدي معاهم دلوقتي جولتنا المرورية على طول من القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه للعباسية. احنا شايفين هناك سيولة مرورية تامة لغاية غمرة. اللي هيكمل معانا في اتجاه العباسية هنلاقي كثافة بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ولو تابعنا شارع صلاح سالم زي ما احنا شايفين هنلاقي سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين بقى لغاية الملك الصالح احنا شايفين كثافة مرورية نسبية في الوقت الحالي، ونكمل لغاية كوبري الروضة، وبرضو احنا شايفين هنا بعض الكثافات المرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين لغاية ما بيوصل ل 15 مايو بسبب زيادة السيارات. والكثافات المرورية دي هنلاقيها تاخدنا وتروح لغاية شارع عباس العقاد. كمان احنا شايفين كثافات في شارع صلاح سالم والطيران، وده بالتزامن مع دخول الموظفين لجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء، وده بسبب هنا هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو بصينا بقى عند الطريق الدائري هنلاقي كثافات أعلى دائري المرجل المتجه من نفق السلام في اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم، لكن إجمالا مفيش أي مشاكل في منطقة القاهرة. نشوف مع بعض الجيزة، وإحنا عارفين إن في إغلاق في بعض الطرق وده هيؤدي لكثافات مرورية. نشوف مع بعض الإغلاق لأعلى الطريق الدائري الأوسطي في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية أعلى التقاطعات اللي إحنا هنقولها دلوقتي، المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر. الإصلاحات دي أو الإغلاق ده هيكون لمدة شهر، والأعمال هتكون على مدار 24 ساعة من غير ما يبقى فيه تعطيل لحركة المرور. وكمان هيبقى فيه غلق كرلي، او احنا عارفين بالفعل انه مغلق لطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينة باتجاه طريق الواحات، وتحديدا في المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 اكتوبر وميدان الحصري. اللي جاي بقى من عند الدائري في اتجاه اكتوبر لسه برضو الطريق مغلق بسبب الاعمال اللي موجودة، والاتجاه اجباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو
أو محور رود الفجر، الاثنين على نفس الدرجة من السيولة المرورية. خلينا بقى نروح لشارع الهرم ونشوف إيه اللي بيحصل هناك. إحنا عارفين إن طبعاً هنلاقي كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وباقي الهرم الرئيسي هيبقى فيه بعض التباطؤ في حركة السيارات، وهنلاقي كثافات هتظهر في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين ولغاية الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق ولغاية منطقة العشرين. هنلاقي كمان كثافات تانية عند شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. لكن لو بصينا على محور صفت احنا دلوقتي نقدر نتحرك فيه، لكن السيولة المرورية هتقل في الفترة اللي جاية في الاتجاه لجامعة القاهرة. خلينا بقى نروح للأليوبية ونشوف الأخبار هناك في الشوارع الداخلية والشوارع المؤدية للقليوبية. اللي جاي من الطريق الزراعي كثافات بسيطة جدا في طريق اسكندرية بسبب زيادة أحمال السيارات، وفي الاتجاه اللي جاي من الأقاليم وصولا للقاهرة ولغاية الطريق الدائري الكثافات دي بقت أقل طبعا بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق. وخلينا بقى نبص على الاتجاه الآخر، احنا شايفين كثافات متقطعة وده بسبب متابعة الدورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر في الطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بقى اللي هيجي من الطريق الزراعي متجه للدائري سواء للجيزة أو للمرق هيلاقي السيولة المرورية فيما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن مش هتكون مؤثرة بشكل كبير. أما اللي هيجي من عند منطقة الدلتا ويستخدم طريق شبرا بنها الحرة علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع بيفضل أو بننصح أنه يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد وتحديدا شارع أوجينا، هنلاقي هناك سيولة مرورية، ولو كملنا لغاية شارع جمال عبد الناصر زي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطة خالص، وبعد كده هتقل لغاية ما بنوصل لشارع 23 يوليو ومنه على طريق طرح البحر اللي هو احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة ومفيش أي مشاكل. لو بصينا بقى على شارع الجمهورية هنلاقي بعض الكثافات المرورية اللي هتكمل معانا لغاية آخر الشارع. احنا كده نبقى خلصنا جولتنا المرورية، خلينا بقى نطمن حضراتكم ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيبقى فيه استمرار في انخفاض درجات الحرارة، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون فيه أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وكمان ممكن نلاقي أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري مدن القناة، وفي أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وممكن الأمطار دي تتحول لأمطار غزيرة في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة صباحا 17 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، والأقل هتكون في كاترين 14 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. النهاردة زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ أولى فقرتنا بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أهمها يعني الاجتماع الذي حدث وعقده الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء اللي تابع فيه مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كمان تابع خطوات تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللي تابع فيه مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع استعراض برنامج الحوافز الإيجابية اللي بيهدف بشكل رئيسي للوصول لمعدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2.8 طفل لكل أسرة بناءً على بيانات عام 2022. الهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل ل 1.6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وأكد رئيس الوزراء أنه هيتم الإعلان قريباً عن خطة الحكومة للطرح
وإنه في جزء هيكون الطرح فيه عام بالبورصة المصرية وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وبعض الملفات الأخرى زي الجامعات الأهلية اللي بلغ تنفيذها معدلات مرتفعة، وكمان الموقف التنفيذي للقطاع الصحي والمستشفيات زي مستشفى 500-500 والمدينة الطبية بجامعة عين شمس ومستشفى جامعة سوهاج الجديدة اللي تم الانتهاء من تنفيذها. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها افتتاح 8 معارض أهلا رمضان واللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة في كفر الشيخ، أيضا زراعة 65 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في البحيرة، وتنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة شبكات الإطفاء في السوق السياحي في أسوان، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها افتتاح 8 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20-30%، ومن المقرر أن يتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية مراكز المحافظة. في الدقهلية تم إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء لتصبح بسعر 140 جنيه للكيلو ضمن خطة دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. في البحيرة تم زراعة 65 ألف شجرة في مدن ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، واللي بتستهدف نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. في المنيا تم تنفيذ 71 قافلة طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال عام 2022، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال هذه القوافل تم توقيع الكشف الطبي على 123,627 حالة مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. في قنا تم الإعلان عن بدء سلسلة من الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة تزامناً مع الاحتفالات بالعيد القومي خلال شهر مارس القادم، تتضمن مشروعات المرحلة الأولى 5 مراكز استثمارات بـ 31 مليار جنيه. في أسوان تم الإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع لرفع كفاءة وتطوير شبكات الإطفاء والحريق الذاتي بالسوق السياحي القديم بعد الانتهاء من مشروع تطويره بطول 2400 متر، شملت البرجولات الخشبية والبوابات والأرضيات وأماكن الانتظار، بالإضافة لإعادة تأهيل وتجميل واجهات المحلات. في القليوبية تم إطلاق قافلة الدين يسر لواعظات وزارة الأوقاف، واللي بيحضرها السيدات للاستماع والتعلم والاستفادة من كل ما تتضمنه المبادرة من تعليم وتوجيهات دينية وأخلاقية وفقاً للنهج الإسلامي المعتدل. لو أتيحت ليك الفرصة اللي انت تغير وظيفتك هتشتغل ايه؟ هو ده سؤالنا على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نستعرض مجموعة من التعليقات والإجابات الخاصة بحضراتكم. في أستاذ أحمد سعيد، أحمد بيقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، في الوقت الحالي لا يمكن التغيير، بس لو أتيحت لي الفرصة في هذه الأيام أكون مسؤولا وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة يعني من خلال التعامل بأمور بسيطة زي التعامل بالاحترام والود ووضع نفسي مكان الموظف، لا أتهاون مع المشاغبين في العمل طبقا للقانون، العمل على تحقيق الأهداف المطلوبة ومراعاة الظروف. يعني ده حط خطة كده، عارفة اللي هو يعني خلاص مسؤول. بس دي حاجات المفروض ان يكون بعيدا عن التغيير اللي أستاذ أحمد عايزه، دي حاجات المفروض انها تكون موجودة اصلا في كل واحد بيشتغل، ان هو يبقى لطيف مع الناس وان هو يخلص شغل الناس. يعني دي حاجات خاصة لو عمل يعني بيلبي فيه خدمي، اي اي شغل لازم يبقى فيه قائمة كده من المتطلبات. صحيح. لازم يتعامل مع الناس كويس. أنهي شغل اللي ما ينفعش الناس تتعامل فيه مع بعض كويس ده؟
صوفيا ابو هبه بتقول صباح الخير على كل اسره البرنامج. الحمد لله انا مش بشتغل الحمد لله دايما وابدا، بس بحب اكون زي الدكتور زاهي حواس علشان هو اكتشف تاريخ بلدي، وبما اني بحب التاريخ كان نفسي اكون مدرس تاريخ، الى جانب ده اكون اخصائي قلب زي دكتور مجدي يعقوب عشان اعالج القلوب المكسوره. بصبح عليكم من اسوان، بصبح على اولادي وكل احبابي واصحابي، صباح الخير يا مصر. طبعا دكتور زاهي حواس عمل يعني اكتشافات كتيره جدا، ولكن تاريخ مصر ده ممتد من 7000 سنه صحيح. فما نقدرش نقول ان شخص واحد هو اللي دون او اكتشف التاريخ ده. في الاستاذ وليد ابراهيم احمد بيقول صباح الخير والسعاده عليكم، انا كنت شغال عامل بشركة ملابس بس زمان، كان نفسي أكون ضابط بالجيش والآن أحب أن أكون دكتور، ليس كل ما يشتهيه المرء يوجده. يعني عارفة ميكس غريب، ضابط دكتور يعني. ليه ما في ضباط متخصصين كتير؟ يبقى ضابط دكتور؟ يعني الفكرة بتحصل صح مش كده؟ ودي فرصة كمان للبنات لما دخلوا بقى متواجدات بشدة في الشرطة وفي الجيش يعني بسبب ان هم داخلين ضابطات متخصصات. طيب حسين الملاح بيقول صباح الخير عليكم وعلى المصريين، والله انا نفسي اسيب الوظيفة واتجه للأعمال الحرة والتجارة، بس مقلق شوية وعندي شوية مشاكل في السيولة. لا اللي في وظيفة مستريح ولا اللي في الأعمال الحرة مستريح. طيب اخر تعليم معانا مشيره مدحت بتقول احب الخدمه في جمعيات خيريه، طبعا ما فيش احسن من عمل الخير. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع ونكمل بقيه فقراتنا. يلا بينا. يلا نطلع فاصل. اهلا بحضراتكم. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون في استمرار في انخفاض درجات الحراره، والطقس يكون بارد الصبح بدري ومائل للبروده بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. اما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد ولغايه القاهره الكبرى، وشديد البروده على جنوب البلاد. والنهارده في امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا على بعض المناطق من القاهره الكبرى وعلى فترات متقطعه، وفي امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه على جنوب الوجه البحري ومدن القناه. هنلاقي كمان امطار متوسطه ممكن تكون رعديه في بعض الاحيان على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، وممكن الامطار دي تتحول لامطار غزيره في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. التفاصيل هنعرفها أكثر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. إيه اللي حصل؟ الشتاء فجأة جه مرة واحدة بقاله يومين ليه؟ بالفعل يمكن احنا من الامس بدانا نشهد تغيرات في الحاله الجويه، بدات مصادر الكتل الهوائيه تختلف تماما واللي بتاثر علينا، بدات تكون مصادر كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كمان في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره وكمان تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه. فبالفعل من الامس بدات درجات الحراره تنخفض بعد الايام الماضيه، وانخفضت بحوالي 3-4 درجات مئويه على كافة أنحاء الجمهورية. كمان اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع اليوم تكون 17 درجة مئوية. كمان في نشاط لرياح سرعته ما بين 30-40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، يعني هنحس 17 درجة مئوية. لو أنا لسه كنت هقول لحضرتك إحنا حاسين إنها يمكن أقل من كده، أو حاسين إن الجو أبرد من 17 دي يا دكتور، لأن نشاط الرياح بيخلينا نحس دايما بانخفاض درجات الحرارة أكتر من القيم اللي إحنا بنقولها. ففي نشاط رياح اليوم هيستمر معانا على أغلب مناطق الجمهورية، كمان نشاط رياح اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج يتجاوز 4.5 داخل عمق البحر المتوسط. فيعني كافة أعمال الصيد والملاحة البحرية نتجنبها اليوم على البحر المتوسط. بالإضافة كمان نشاط رياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في شمال الصعيد، بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط سيناء وسواحلنا الشمالية الشرقية. بالإضافة كمان مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح، في طبعا فرص لتساقط الامطار، يمكن بدات بالفعل على السواحل الشماليه. اليوم متوقع تكون امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه على سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، وتحديدا في الاسكندريه، البحيره، كفر
الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، المناطق دي هتشهد سقوط أمطار ممكن تغزر أحيانا ويتساقط كمان معها حبات البرد، بالإضافة كمان للأمطار هتمتد أمطار ما بين الخفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على محافظات جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، والأمطار خلال فترة المساء ممكن تمتد لبعض المناطق من القاهرة الكبرى. فرص الأمطار كلها بتكون على فترات متقطعة من اليوم. الأمطار في المناطق الداخلية طبعا أقل من المناطق الساحلية، فهي حالة من التقلبات الجوية فيها عناصر كثيرة جدا. متوقع غدا يكون في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، فرص الأمطار هتقل وتنحصر فقط في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويكون أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة. هيحصل هدوء في سرعات الرياح، لكن انخفاض درجات الحرارة توقع يكمل معانا على الأقل المنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. احنا في شهر طوبة وده المتوقع وده اللي بيحصل كل سنة يا دكتورة منار، احنا متخيلين ان الموجة دي هتستمر معانا لقد ايه ولا لا خلاص هو ده الطقس الشتوي بتاع دلوقتي؟ يعني هذه تعتبر درجات الحرارة رجعت للمعدلات الطبيعية بعد الارتفاعات اللي احنا شهدناها الأسبوع الماضي، يمكن بداية هذا الأسبوع رجعت للمعدلات الطبيعية، وده المعدل الطبيعي في شهر فبراير، لأن كمان فبراير يعتبر ذروة فصل الشتاء، فلسه مكملين في انخفاض درجات الحرارة، ومتوقع على الأقل الأسبوع يعني لمنتصف الأسبوع القادم يستمر معانا انخفاض درجات الحرارة، كمان مع يوم يعني إن شاء الله السبت والحد الجايين هيكون في نشاط للرياح آخر هيخلينا نحس أكثر كمان بانخفاض درجات الحرارة، فلسه مكملين في الأجواء الشتوية. شكرا ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 17 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 17-9، الإسكندرية 17-11، العالمين الجديدة 17-11، مطروح 16-11، دمياط 18-12، بورسعيد 18-12، والإسماعيلية 18-9. السويس العظمى فيها 18 والصغرى 11، العريش 18-11، كاترين 14-4، طابة 21-11، حلايب 23-16، شلاتين 25-15، شرم الشيخ 22-13، والغردقة 22-13. الفيوم العظمى فيها 17 والصغرى 8، بني سويف 18-8، الوادي الجديد 22-9، أسيوط 18-7، سوهاج 19-8، قنا 19-9، الأقصر 20-9، أما أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 10. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. ماتش الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية، يمكن ده واحد من أبرز الأحداث الرياضية اللي ممكن تحصل النهاردة. خلينا نتابع التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وبيتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، وهيستمر الدعم الاستثنائي لحد 30 يونيو 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هتستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات فبراير، وتم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتيسير كافة الإجراءات وتذليل أي عقبات بتواجه أصحاب المعاشات. كمان هتستمر الهيئة في صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة. النهاردة هيلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في المغرب. يعني ظهور فيروس كورونا خلى يعني كل المصريين ومش بس في الحياة المصريين، العالم كله مهتم بمسألة الفيروسات الجديدة اللي بتطلع من حين لآخر. بقالنا كام يوم بنسمع عن فيروس اسمه نورو فيروس، وفي إصابات بالعدوى بهذا الفيروس في أكثر من دولة، وبدأت الناس تسأل إيه حكاية هذا النوع من الفيروس وهل هو معدي؟ هل في شبه بينه وبين فيروس كورونا ومتحوراته يعني اللي ظهرت مؤخرا ولا لا؟ تعالوا نتابع هذا التقرير. من كام يوم ظهرت بعض التقارير العلمية الطبية وأكدت انتشار نسبي في عدوى الإصابة بفيروس نورو فيروس، وحصلت إصابات متعددة من مختلف الشرائح العمرية في أكثر من دولة، وده اللي خلى الناس في كل أنحاء العالم تسأل إيه حكاية النوع ده من الفيروس؟ هل هو معدي؟ هل في شبه بينه وبين فيروس كورونا ومتحوراته؟
النورو فيروس هو فيروس معدي، وهو السبب الأكثر انتشاراً لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في العالم. أعراضه بتكون ظهور مفاجئ للإسهال الشديد والقيء والغثيان وتقلصات المعدة، وبتعتبر الحمى والصداع وألام الجسم من الأثار الجانبية المحتملة لبعض الأشخاص. وبتظهر الأعراض دي عادة بعد 12 ل 48 ساعة من الإصابة، وبتستمر لمدة يوم لثلاث أيام. الفيروس ده زيه زي الفيروسات التانية، بيفضل على قيد الحياة لفترة طويلة من الزمن، علشان كده بيعتبر من الفيروسات شديدة العدوى وبينتشر من شخص لآخر. كمان النوروفيروس مقاوم لمجموعة متنوعة من المطهرات، وممكن يتحمل درجات حرارة توصل ل60 درجة مئوية، علشان كده بيعتبر تسخين الطعام أو معالجة المياه بالكلور غير كافي للقضاء على الفيروس. لكن في نفس الوقت لازم الطعام يتعرض لدرجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية للتخلص من الفيروس، ولازم كمان نتخلص من أي أغذية مصابة بهذا الفيروس على الفور وبصورة آمنة، علشان ما تحصلش أي إصابات للآخرين، خصوصاً إن فترة انتشاره بتكون كبيرة في فصل الشتاء. تفاصيل أكتر عن نورو فيروس بينضم لنا عبر تطبيق سكايب الدكتور محمد رحيم، الباحث في الفيروسات والمناعة بكلية الطب والعلوم وعلوم الحياة جامعة لانكستر المملكة المتحدة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. المفهوم العلمي لفيروس النيورو فيروس، احنا بقينا نسمع كلمة فيروس أيا كان بقى اسمه بنتخض، إيه الحكاية؟ طيب، هو اولا فيروس النورو فيروس هو مش فيروس جديد او مش فيروس ظهر حديثا، يعني ده فيروس موجود من سنه 68 72 بدا يحصل ريبورتنج اوفيشالي ليه بشكل علني. فيروس موجود في العالم، الفيروس بينتشر، والبلوست العلمي تسمى اللي هو برد المعده، او بمعنى تاني بيسموه اللي هو برد المعده الشتوي، لانه بيرتبط اكتر بدرجات الحراره المنخفضه وبيرتبط اكتر بفصول الشتاء. مشكلة الفيروس دوت اللي هو فيروس مقاوم، زي ما التقرير كان بيقول اللي هو مقاوم لدرجات الحرارة فعلا العالية، مقاوم لأن هو فيروس بخلاف بعض الفيروسات الأخرى اللي هو غير مغلف بغلاف دهني، وبالتالي هو بيقاوم حتى لبعض الكحوليات وبعض المطهرات. الفيروس دوت أولا هو مش ملوش أي علاقة بالكورونا، لأنه هو فيروس معوي بالطراز الأول، بيتقاصر في الأمعاء الدقيقة ثم بينتشر بشكل عام للجسم، ثم بيطلع لي الأمعاء وبيبدأ يعمل في المعدة وبيبدأ يعمل أعراض اللي هي القيء وأعراض الغثيان. بخلاف الكورونا، الكورونا هي مرض تنفسي من الطراز الأول، ثم بيتبعه أعراض أخرى مثلها الغثيان وبعض الأعراض الأخرى اللي أعراض معوية. الفيروس يعني إحنا بنقدر هنا يا دكتور يعني احنا هنا بنقدر نفرق بشكل يعني سريع ما بين اذا كانت هذه الاعراض هي اعراض فيروس كورونا ولا النورو فيروس؟ اعراض مختلفه تماما. اولا الكورونا من اللي بيصحبها في الاول لبعض الاعراض اللي هي الاعراض ارتفاع بدرجات الحراره، بيرتفع ما بيبداش في الكورونا اللي هو الغثيان والقيء ده، بخلاف الامراض من اللي مرض النورو فيروس هو فيروس زي ما تحكم مرض معوي. بيبدا اعراضه في خلال ساعات من الانفكشن او من العدوى بتاعته، بيستمر اعراضه من يومين لثلاث ايام، ممكن في بعض الحالات يوصل لاسبوع. ده في فتره الحضانه. هو بيسمى في الوسط العلمي بالظبط، هو يسمى في الوسط العلمي اللي هو ايه البرد المعده. هو مشكلته اللي هو بيسبب اكتر من 50% من حالات التسمم على مستوى العالم سنويا. بيبدا في حوالي من 700 مليون اصابه سنويا على مستوى العالم، 200 ألف حالة وفيات على مستوى العالم. أعراض مختلفة تماما بينه وبين الكورونا، ولكن هو بيصحب الكورونا. يعني مشكلته حاليا في إنجلترا وفي الدول الأوروبية وفي الدول ذات اللي هي وقت الحرارة اللي هي منخفضة في الوقت الحالي. اللي بيبدأ الكورونا أو الأنفلونزا تصيب الإنسان، وزي ما حضراتكم عارفين بيئة خصبة لنشاط الفيروسات بشكل عام. يعني بالظبط، لان هي الفيروسات هي متطفله على الانسان، فبالتالي مجرد الكورونا او الانفلونزا ما بتعدي الانسان بيحصل نزول للجهاز المناعي، بالتالي بيدي فرصه للنورو او الفيروسات الاخرى او البكتيريا الاخرى اللي هي تنشط.
طيب دكتور، يعني يمكن فترة حضانة الفيروس بتبقى من يومين لثلاث أيام، وأعتقد أن ده بيساهم في انتشاره قوي. يعني ممكن الشخص يبقى مصاب بالنيورو فيروس ويقعد يومين سليم البدن وبيتحرك تماما، سواء في شغله أو بيمارس نشاطه اليومي. أعتقد يعني ده ممكن ينشر الفيروس بشدة، ومش عارفة بقى الواحد ممكن ياخد باله من حاجة زي كده إزاي؟ أولا هو الفيروس بيتنقل عن طريق الأكل الملوث، وعن طريق الاكل الغير يعني غير مغسول او غير مفهوش مش متخذ او من مصدر مجهول. والشيء كمان اللي مش الفيروس دوت مقلق بالنسبه لي، اللي هو بينتقل اكتر عن طريق بعض الابحاث عن طريق بعض الفواكه وبعض الخضار اللي جايه من مصادر عن طريق اللي هي الويست ووتر او الميه مش نظيفه، او بعض الخضار والفاكهه. نعم. فبالتالي الفيروس دوت ممكن اللي انا لازم اتفضل مع حضرتك كمل يا دكتور. الفيروس مين اللي انا لازم مشكلته زي ما حضرتك، هو مقاوم للمطهرات ومقاوم لبعض اللي هي الكحول مثلا، بالتالي لازم اللي هو غسيل كويس جدا باستخدام بعض المواد اللي هي في الغسيل مثلا اللي هي ذات منظفات. حمضيه زي الخل وبعض الليمون، الحاجات اللي فيها اسيدز مين اللي بتاثر عليه بشكل كبير. مشكلته في المستشفيات، وبالتالي عندنا مثال في انجلترا اللي هو الكلورز وبعض المطهرات هو مقاوم ليها، بالتالي بدأ يعيد التقييم تاني للمطهرات في المستشفيات، لأن هو بيستمر في المستشفيات وفي التويلتس وفي المصادر اللي فيها الإنسان المريض، وممكن ما بياخدش بالنا لأن هو طالما ريزيست معناه اللي هو بيستمر في البيئة، خصوصا في درجات الحرارة المنخفضة من 10 أيام لأسبوعين انتاكت، موجود على الأسطح وموجود على الأماكن أو على المناطق الملوثة. نعم دكتور محمد، يعني حضرتك هنا بتتحدث عن فكره ان الوقايه منه مش زي فيروس كورونا باستخدام المطهرات او الحاجات الكحوليه، لا هو باستخدام المواد اللي فيها يعني نوع من انواع زي الخل مثلا والحاجات العضويه شويه، اللي هي نقدر من خلال ان احنا نطهر الفاكهه او الخضروات اللي احنا بناكلها. هسال حضرتك بقى على طريقه الوقايه العلاجيه للمصابين من هذا الفيروس تحديدا. مهم جدا للدكتور او مهم جدا للتشخيص بتاعه، لان هو بيختلط احيانا اللي احنا ممكن عليه دور برد في المعده او اعراض البرد تظهر في الاول ثم يظهر مع الكورونا، فمهم جدا تشخيصه او الديفرنشال دايجنوستس او التشخيص المقارن بينه وبين الامراض الاخرى، لان في خطا شائع جدا وخصوصا حصل عندنا مثال في انجلترا، اللي احنا مع ظهور الامراض ومع ظهور الكورونا بدانا ندي انتي بايوتكس بشكل كبير جدا، وبالتالي الانتي بايوتكس هو ليس علاج للفيروسات بس، احنا بنحاول او الناس او الدكاتره بدات تساعد او بنحاول نساعد المريض سواء الانتي بايوتكس او سواء الكورتيزونات، فبالتالي ده بيساعد اكتر في وجود الفيروس. نعم. بيساعد اكتر المريض عندنا بيكون في حاله بتتدهور حالته بسرعه جدا. هو علاجه وقائي في المقام الاول، اي انسان مريض او اي انسان يفضل اللي هو مثلا ممكن انسان يكون مريض ويروح الشغل ويكون عنده اسهال، عنده قيء، عنده غثيان، الاسطح الملوثه. الفيروس ملوش علاج الى الان، علاجه كله هو علاج وقائي، هو علاج للمريض لما بيكون علاج بنساعده بالسوائل، بنساعده بالاكل الصحي، بنساعده اللي احنا فيه نحاول نخليه ما يقعش مننا في مرحله الجفاف. في 4 لقاحات تحت التجارب بخصوص الفيروس دوت، بدأت لانه مؤخرا يا دكتور بيقال انه اغلب الحالات بعيدا عن الاطفال ضعيفي المناعه وكبار السن ممكن يخفوا من غير اي ادويه، بس مجرد ان احنا نحافظ عليهم انهم لا يصابوا بالجفاف وانهم يتم عزلهم حتى لا ينقلوا المرض لحد تاني. هل الكلام ده صحيح ولا ده كلام بنقوله يعني عشان نطمن بعض؟ لا، ما اقدرش اقول اللي لازم نصبر في خلال 24 ساعه، اذا الاعراض استمرت لازم فعلا اتواصل مع الدكتور ولازم اتواصل مع المستشفى او المكان، بحيث ان انا خصوصا الاطفال وكبار السن الفيروس بيسيب جميع الاعمار، مفيش فئه معينه للاصابه بالفيروس دوت، ولكن هو موجود. اتفضل يا دكتور. الفيروس بيسيب جميع الاعمار، بيسيب الاعمار من الاطفال الصغار للناس الكبيره، الاعمار الصغيره لانه ملوش اي فئه معينه. في حاليا دلوقتي 4 لقاحات تحت التجارب للفيروس دوت ابتداء من 2019، في لقاحين منهم في المرحله الاخيره. 2022 تم اللي هو ظهور بعض النتائج ليهم لمنظمه الصحه العالميه علشان يبدا يعمل لهم ابروفل، لانه مهم جدا، لان الفيروسات عندنا 4 فيروسات من اللي هم مسببين الاسهالات والتسممات، التسمم الغذائي في العالم. النورو فيروس هو تاني واحد اهم واحد منهم.
نعم دكتور محمد، يعني في الحقيقة ما زال فيروس كورونا لسه حديث يعني الكثير، يمكن بسبب حتى كمان ارتفاع عدد الإصابات اللي بدأ يعني يطل برأسه في عدد كبير من الدول زي الصين وغيرها من دول يعني أوروبا تحديدا. خلينا نعرف ايه هي السلالة الجديدة XBB 1.5، اللي هي سلالة متفرعة من XBB، يعني احدى سلالات أوميكرون. طيب علشان نبسط اكتر الموضوع، اولا الاوميكرون لما ظهر في جنوب افريقيا بدا يحصل منه بعض التطورات وبعض التحورات للفيروس دوت. نعم. عندنا الى الان اكتر من 250 سب فاريانت من الكورونا. 250؟ اتليست 250 سب فاريانت. يعني تحت الكورونا عندنا في اكتر منهم 250. نعم. بعد الكورونا ما ظهر او الاوميكرون ما طلعت، في عندنا اللي هو زي ما كان الناس او بنقول المتوسط العلمي الفاريانت اوف كونسيرن، اللي هي فيروسات ذات الاهتمام الشديد. نعم. اللي هي كان اخرهم البي اي 5. بعد كده عندنا دلوقتي او الفاريانت اوف انترست، اللي هي الذات اللي احنا لازم نلاحظها ولكن ملهاش مشاكل كبيره في حدوث الوفيات او في ظهور او في ادميشن للمستشفيات. منها الاكس بي 1 1 الاكس بي بي 1.5. نعم. وفي منها البي كيو 1، وحديثا دلوقتي وده الوسط، لان هو احنا بنتكلم على الشرق الاوسط او على بعض الدول العربيه فيها الاكس بي بي 1.5، ولكن دلوقتي عندنا في الصين وعندنا في اليابان وفي امريكا. طب عندنا في طمنا دكتور محمد، يعني بخصوص هذه السلالات تحديدا من فيروس كورونا، يعني نسبه الاصابه بتاعتها هل هو سريع الانتشار فقط لكنه يعني نسبة الوفيات فيه أو أعداد الوفيات فيه قليلة وما بيأديش لدخول المستشفيات؟ يعني عاوزين نطمن الناس تحديدا. طب هو احنا علشان نكون في صراحة في الوسط العلمي دايما بنقول فيروسات الأنفلونزا والكورونا وخصوصا دلوقتي الكورونا مع سرعة انتشارها، إذا معناها سرعة تحورها. ولكن سرعة انتشارها وسرعة تحورها دوت بنتابعه دايما عن طريق التجارب المعملية وعن طريق ملاحظة الأعراض على الإنسان. في الوقت الحالي الأوميكرون هو أعراضه بسيطة ولكن انتشاره أسرع. أسرع. ده حقيقي. وبالتالي معدل تحور الفيروس النهاردة أسرع، وبالتالي عندنا مثال زي الإكس بي بي 1.5. عندنا النهاردة فاريانت جديد أو أوميكرون جديد في إنجلترا عندنا اسمه CF1. بدا يمثل 5% من الحالات، وعندنا في اليابان النهارده سترين جديد BF5 وBF7. بالتالي الفيروسات عندنا معدل انتشارها او سرعه انتشارها ده بيساعد اكتر في سرعه تحورها. حل كل ده ايه؟ اللي احنا لازم نحصن غالبيه العالم او غالبيه الشعوب في وقت قصير جدا. بالتالي اللي انا اضمن مناعه او تجانس مناعي لمعظم الناس في الوقت دوت، بالتالي اللي انا اقلل من سرعه انتشار الفيروس او سرعه تبادل الفيروس بين الاشخاص او بين الناس المخلطين. نعم. يعني بنشكر حضرتك دكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات والمناعه بكليه الطب وعلوم الحياه جامعه لانكستر المملكه المتحده، شكرا لوجودك معنا يا فندم في صباح الخير يا مصر. امبارح في الصالون الثقافي في معرض الكتاب أقيمت ندوة بعنوان تواصل المأثورات الشعبية، والندوة تناولت جهود الراحل الدكتور أحمد مرسي كأحد رواد الأدب الشعبي في مصر. موضوعنا النهاردة كنا بنتكلم حوالين قضايا التنمية المستدامة والأدب الشعبي والتراث الشعبي، وقد ايه انه ممكن يكون التراث الشعبي والثقافه الشعبيه تكون محفزه للتنميه والتطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والوطني، وممكن كمان في بعض الاثار السلبيه او الماثورات الشعبيه السلبيه اللي هي ممكن تعوق التنميه وتعوق التنميه المستدامه. واتكلمنا على سبيل المثال ان النهارده مصر بتسعى لان يكون في اوجه مساواه بين النساء والرجال في كافه المجالات، وبنشهد طفره كبيره جدا في تولي نساء الوزاره ومقاعد اكثر في البرلمان، لكن بنشوف في الثقافة الشعبية هناك بعض المأثورات الشعبية اللي هي بتؤثر على وعي الناس وبتخلي تعوق تحقيق القانون، بتعوق الدستور في أنه يوصل للمساواة الكاملة. وبالتالي النهاردة تكلمنا أن احنا لابد أن احنا ننقض التراث الشعبي السلبي
لابد ان احنا نفتخر بتراثنا الانساني الجميل اللي هو فيه احترام للمرأة، فيه احترام للمساواة، فيه احترام للتنوع بين الاديان، لان هذه القيم هي اللي بنقدر نبني عليها جمهورية جديدة، هي اللي نقدر نبني عليها وطن يتمتع فيه كل المواطنين بالمساواة. هناك كثير من المشتركات، ومصر بالذات تحمل كل هذه المشتركات بسبب وجود يعني فئات مختلفة من أو شرائح في المجتمع، من بدو ومن أهل بحر ومن يعني فلاحين وغيرهم من الأمور، وهذه تشترك في جميع الدول العربية. هناك أهل السواحل، وهناك بدو رحل، وهناك بدو مقيمين، وهناك مزارعين وغيرهم من الأمور. أعتقد المشتركات كثيرة، وحتى الهجرات العربية هناك كثير من أهل مصر هم يعودون لجزيرة العرب، وهناك كثير منهم مثلا لجذور أخرى، فهي نفس المشتركات. طبعا الموروثات الشعبية دي موروثات نابعة من بنية الإنسان العربي، والاختزالات الفكرية بالنسبة الموجودة في الأمثال والحكايات الشعبية دي شيء أساسي بالنسبة للتطور العقلية العربية من زمان، ودي موتيفات متكررة سنجدها في كل الأمثال العربية. ممكن تجد تشابهات كبيرة بين فترة وفترة، فالمثل اللي في مصر ليه شبيه أيضا بالعراق مثلا أو بالخليج، لكن تغير اللهجة اللي موجودة في المنطقة، لكن الفكرة والحكمة اللي موجودة فيه هي نفسها. الحقيقة فرصة ممتازة وجيدة أن يستذكر معرض الكتاب الدولي هذه السنة الموروثات الشعبية بهذه الندوة، لقامة فكرية كبيرة كالراحل الدكتور أحمد علي مرسي، وواحد من الأساتذة المهمين الكبار الذين خطوا مشروع نتمنى من طلبته أساتذتهم جامعة القاهرة كلية الآداب يعني الاستمرار بتسليط الأضواء على أفكاره ومشاريعه التي تحتاج إلى استكمال بين فترة وأخرى. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، وذلك خلال زيارة شكري الحالية للعاصمة موسكو. تناول اللقاء أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وسبل دفعها قدما بما يحقق مصالح البلدين، حيث تمت الإشادة بتاريخ العلاقة الروسية المصرية بما يشكل ركيزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وأبرزها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في مبنى الكابيتول بواشنطن، بحث الملك عبد الله الثاني المستجدات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية، إذ جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاهها ورفضه للإجراءات الأحادية وضرورة وقف التصعيد، كما بحث مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في المنطقة، إضافة إلى التعاون في جهود الحرب على الإرهاب. هذا ومن المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض الخميس، كما سيلتقي أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية، حيث يمتلك العراق الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن تجاه أي تهديد. وقال السوداني أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للعراق، مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي الحالي بالعراق يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة في إطار قانوني. أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده ستزود أوكرانيا ب 12 مترا عن إضافيا من نوع سيزار، تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أولكسي ريزينكوف، أوضح لوكورنو أن هذه المدافع متوسطة المدى ستمول في إطار صندوق الدعم الذي أنشأته فرنسا وتبلغ قيمته 200 مليون يورو. Je peux vous annoncer que notre fonds de soutien
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا. هذا وقد حقق الغربيون مستوى جديد على صعيد المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة أنهما ستسلمان دبابات ثقيلة لكييف. عبر البيت الأبيض عن غضبه بسبب صافي الأرباح القياسي الذي حققته أكسون موبيل العام الماضي والبالغ 56 مليار دولار، وهو رقم تاريخي لقطاع النفط الغربي بأكمله. ومن المتوقع أن تحطم شركات النفط الكبرى أرقامها القياسية السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب، مما يرفع أرباحها مجتمعة إلى قرب 200 مليار دولار. واكتذب هذا المستوى المرتفع انتقادات متجددة لقطاع النفط وآثار دعوات للدول عدة بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات. أقرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بأن مشروع تعديل نظام التقاعد يثير تساؤلات وشكوكا، لكنها أكدت حرصها على سماع تلك التساؤلات. وأوضحت رئيسة الوزراء الفرنسية أن النقاش البرلماني بدأ حول هذا المشروع المثير للجدل. جاءت تصريحات بورن في أول رد فعل لها بعد أن شهدت البلاد مسيرة وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بالتعبئة الحاشدة شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية الثمانية. ورياضيا، يستهل النادي الأهلي في 9 مساء اليوم مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب طنجة بالمغرب ضمن الدور التمهيدي بالمونديال. ويتواجد الأهلي في المونديال للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي باعتباره وصيفا لقارة أفريقيا، حيث يشارك الوداد المغربي بطل دوري الأبطال ممثلا للمغرب الدولة المستضيفة. نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونروح لعروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية اللي في حقيقة الأمر بتشهد تقلبات في الأحوال الجوية وأمطار، وده بالتزامن مع نوة الكرم اللي تأثيرها وصل لبعض المحافظات الساحلية وشهدت أمطار متقطعة من حين لآخر. خلونا نطمئن على يعني حالة الطقس هناك وكيف يعني يعمل أو تعمل الجهات التنفيذية تحديدا للتصدي هذه النوة من خلال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللي بينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا استاذ احمد على حضرتك والساده المشاهدين والاستاذه منى، وصباح جميل من اسكندريه. صباح الخير عليك سياده اللواء. يعني سياده اللواء، عاوزين نعرف من حضرتك في البدايه الوضع الان في محافظه الاسكندريه بعد هذه الموجه الخاصه بالامطار والنوى. استاذ احمد، هو طبعا من يوم الاثنين احنا الرصاد بلغونا ان يعني اول امبارح يعني ان في تقلبات جويه، ورفعنا الحاله فعلا كل الاجهزه التنفيذيه المحافظه خصوصا اجهزه التعامل مع الامطار من صباح يوم الاثنين. يوم الاثنين مساء كان في برد شديد جدا وبدات الامطار وبرق ورعد بشده كبيره جدا على معظم انحاء المحافظه. واستمر الكلام ده برضو امبارح الثلاث برضو في اوقات متفرقه، برضو امطار متوسطه وغزيره على معظم الاحياء. وخلال الليل امبارح يمكن الساعه 12 مثلا كان في برضو نفس الكميات دي ونفس الموقف، برضو برد وبرد بقى اللي هو الثلج بينزل يعني مع الامطار الساعه 12 للساعه 1 تقريبا كده على شرق اسكندريه بالذات. النهارده من يعني طول الليل كده خفيفه ومتوسطه، من الساعه 7 كانت شدت شويه على شرق اسكندريه برضو. يعني حاليا انا بكلم حضرتك ما زال يعني من ربع ساعه كده كان في امطار على شرق اسكندريه على منتزه اول ومنتزه ثاني. نعم. انما الحمد لله الامور مستقره، الاجهزه كلها يعني رفعت درجه استعدادها، بنتعامل اول باول مع اي تجمعات بتظهر ومع اي شكاوى بتيجي من اي جهه من جهات المحافظه بيتم التعامل فيها فورا، كل الاجهزه مستنفره على مستوى المحافظه بالكامل.
سيادة اللواء، يمكن اتعلمنا من الأخطاء الماضية وبقينا بناخد بالنا إن احنا بقينا عارفين إن في أماكن قد تكون أكثر تأثراً من غيرها بالأمطار، وأعتقد إنه ده رفع درجة الاستعداد. بقينا مستعدين أكثر، بقينا مجهزين بقى إيه؟ عربيات لشفط المية، عملنا نظام معين للصرف الصحي، عملنا إيه بحيث إن احنا نتعامل مع تساقط المياه الغزيرة اللي احنا شفناه بقاله يمكن سنتين ثلاثة بيحصلوا ورا بعض؟ فعلا استاذه منى كده، احنا يعني الاداره العامه للمرور في المحافظه، واحنا طبعا بنحييهم ونشكرهم على جهودهم المستمره مع كل اجهزه التنفيذيه في المحافظه، رصدوا عدد من النقاط اللي هي دايما بيجي فيها بلاغات اثناء الامطار. بالاضافه ان احنا جالنا بلاغات من خلال غرفه عمليات المحافظه وعمليات النجده ان بعض الاماكن اللي هي ما فيهاش مش في الطرق الرئيسيه بقى، في بلاغات من المواطنين ان في تجمعات مياه امطار عندها. وصلنا النقط دي حوالي 155 نقطه على مستوى المحافظه. مفيش نقطه من دول احنا سايبينها بقى لما محطين فيها عربيه شفط يعني او معده اللي بنسميها احنا بداله عشان تسحب الميه من المكان ده على طول وتقلل المشاكل. طبعا حضرتك احنا يعني الدوله وفرت لنا حاجات كتير قوي في اسكندريه هنا، وعلى سبيل المثال يعني رفع وكفاءه منظومه الصرف الصحي، ودي اتكلفت كتير جدا، نتكلم في حوالي 2.5 مليار جنيه بالاضافه الى منظومه وهي كانت بحاجه عاجله لتجديد بقى لها فتره. تمام، بالاضافه حضرتك منظومه فصل مياه الامطار اللي بدانا فيها السنه دي، وبرضه الدوله موفره ليها نتكلم في حوالي مليار جنيه ثاني لمنظومه فصل مياه الامطار. ثلاث مشروعات من المرحله الاولى خلصوا، ان شاء الله المرحله الاولى كلها تكمل ان شاء الله خلال السنه الحاليه، وبقيه المراحل لما تكمل هتلاقي حضرتك اسكندريه ترجع زي زمان. لما ينزل اي شتاء تلاقي حضرتك الشوارع مغسوله ومفيش اي تاثير على اي تجمعات على مستوى المحافظه بالكامل. اكيد ان شاء الله. طيب سياده اللواء، خلينا اطمئن من حضرتك برضو على الحركه المروريه، وهل في شوارع او اماكن تم غلقها بسبب يعني هطول او وجود تراكمات للمياه فيها؟ وفي حاله وجود تراكمات للمياه في اي مكان في محافظه الاسكندريه تحديدا، هل في خط ساخن ممكن نقوله يعني نواجه عنايه الساده المشاهدين ب يعني اللجوء اليه في حاله وجود هذه التراكمات؟ تمام يا استاذ احمد، هو طبعا احنا زي ما قلت حضرتك كده، احنا كلنا الاجهزه كلها في المحافظه تحت قياده معالي الوزير المحافظ، كلنا متصلين ببعض بلاسلكي، بنسمع بعض، بنكلم بعض على طول. فحضرتك احنا لو غرفه عمليات المرور عندها اي بلاغ باي طريق توقف اسكندريه يبلغنا على طول، وبيتم التعامل الفوري معاه. مش الطرق اللي جوه اسكندريه بس، كمان الطريق الصحراوي اللي بره طريق القاهره اسكندريه الصحراوي، طريق اسكندريه مطروح الساحلي، كل الطرق دي لو في اي بلاغ منها المرور بيبلغونا على طول، بنتعامل فورا. واحنا برضو موقفين لينا عربيات ولينا معدات واقفه على مستوى المحافظه بالكامل. اللي حضرتك تفضلت بيه موضوع البلاغات، احنا عندنا الصرف الصحي اسكندريه، الصرف الصحي القاهره، الرقم الساخن بتاعنا 175، يعني يتصل بيه من موبايل او من الارضي 175 بتاع القاهره او اسكندريه، يتصل بيه المواطن 175 لصرف صحي اسكندريه وصرف صحي القاهره. بقيه شركات الميه 125 الخط الساخن بتاع شركات المياه والصرف الساخن. نعم. سياده اللواء، في اطار التوجيه من الدوله في الاستعانه المثلى او الاستغلال الامثل للموارد الطبيعيه المصريه وعدم وجود تهدير، حضرتك بتقول انه بالفعل حصل ثلاث مراحل من مشروع فصل الامطار، المفروض ان هو فاضل لنا كام مرحله، والمفروض ان هذه المياه كيف يتم الاستفاده منها مستقبلا؟ استاذه منى، هو طبعا المرحله الاولى دي فيها تسع مشروعات، ثلاث منهم ثلاث مشروعات. المرحله الاولى دي تشمل الجزء بتاع اللي كان بيحصل فيه اكثر المناطق الساخنه في اسكندريه، تشمل جزء منها على الكورنيش، وجزء في طريق ابو قير، وجزء في عمق اسكندريه شويه. فخلص منهم ثلاثه من التسعه، ثلاث مشروعات من التسعه اللي هي المرحله الاولى. المرحله الاولى تسع مشروعات، خلص منهم ثلاثه، خلصوا خلال شهر 9/10 السابقين. الثلاث مشروعات دول المطلوب منهم انهم يعملوا ايه سياده اللواء؟ جاي لحضرتك اهو. ايوه، الاستشاري بتاع المشروع ده كليه الهندسه جامعه اسكندريه، وبرده ساده دكاتره افاضل حافظين اسكندريه وعارفين كل حاجه فيها. فبالتالي هم احسن ناس يدونا الفكر ويدونا الرؤيه للتصرف يعني. اللي بينفذ المشروعات دي عناصر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وبرده حاجه محترمه جدا يعني، فتره صغيره جدا في خلال شهرين خلصوا ثلاث مشروعات دول، شهر 9 وشهر 10، وان شاء الله الباقي يكمل باذن الله اللي هم الست مشروعات. والحاجات دول كلهم بيفصلوا ميه المطر عن ميه الصرف الصحي، وبيتجمعوا المرحله الاولانيه ودينا الميه اتجاه الكورنيش. كويس. في المستقبل ان شاء الله الميه دي هتتجمع ويستفاد بيها. ويمكن الحاجه اللي انا عايز برضو من خلال برنامج حضراتكم اقولها، ان برضو الدوله مشكوره بتنفذ مشروع حاليا، تاخد كل ميه الصرف الصحي المعالج، ميه الصرف الزراعي، وتوديه المشروع الدلتا الجديد اللي هو 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.
اللي هو ان شاء الله كده هيبقى امل كبير قوي بزراعه المنطقه دي، واللي شغال فيه برضه عناصر الهيئه الهندسيه شغالين بمعدل عالي جدا بسم الله ما شاء الله، ويمكن خلال السنه الجايه ان شاء الله المشروع ده يفتتح. 7.5 مليون متر مكعب ميه صرف صحي معالج وصرف زراعي وميه امطار كمان. طيب سياده اللواء، يعني السؤال الاخير، حضرتك بتقول انه بيتم التنسيق ما بينكم وبين الهيئه العامه للمرور، وطبعا في تنسيق ما بينكم وبين المسؤولين عن الطقس او هيئه الارصاد الجويه، ازاي بيتم التضافر او ازاي بيحصل التنسيق ما بين الثلاث هيئات، ولو في حد كمان بيتم التنسيق ما بينه، بحيث ان احنا بنتكلم في ان احنا نبقى عندنا يعني معرفه مستقبليه بالاماكن اللي ممكن تحصل فيها مشكله. والله حضرتك انا طبعا برضه من خلال برنامج حضراتكم بشكر الهيئه العامه للارصاد الجويه الست لواء هشام طاحون، خاصه الدكتوره ايمان شاكر مخصصه للاسكندريه بس. نعم. حضرتها على مدار اليوم بتتابعنا بالخرائط وبتتابعنا بالتوقعات، يمكن بعت لنا مثلا من نص ساعه كده بعتها بتقول ان في سحب ركاميه جايه على اسكندريه قدامها حوالي ساعه وهتلاقي في امطار غزيره في شارع اسكندريه. أيوه. لو في حاجه ثانيه في الغرب بتقول لنا، في الجنوب بتقول لنا، فكل التحيه والتقدير لحضراتهم في هيئه الارصاد الجويه. ولحق كل حاجه الدكتوره ايمان معانا وبتتابعنا على طول، بتبلغنا بتبعت لنا خرائط اول باول. الحاجه الثانيه بالنسبه للمرور، يعني احنا بقول لحضرتك في شبكه لاسلكيه على مستوى المحافظه بالكامل، لو في اي حته فيها اعاقه مروريه المرور بيبلغنا وبيبلغ عمليات المحافظه وبقيه المرافق، بنتصرف على طول، واللي مطلوب له عربيه مطلوب له معده بنبعتها على طول. طبعا التنسيق مع المحافظه وعمليات المحافظه طبعا على مدار الساعه، رؤساء الاحياء وشركات المرافق، شركة النهضة، لا يعني الحمد لله في منظومة جميلة جدا شغالة بقيادة معالي وزير المحافظة هنا في اسكندرية. أكيد كل الشكر ليك سيادة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. يعني طبعا بنشكر سيادة اللواء على هذه المداخلة، وطبعا يعني بنتمنى يعني كل السلامة لأهلنا في محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. لا صوت يعلو فوق صوت معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، يمكن هذه الدورة تحديدا بشهادة القاصي والداني بها كتير من الأمور المستحدثة اللي بتسهل يعني على الحضور، وأيضا كمان في نوع من أنواع الإقبال والعودة مرة أخرى إلى القراءة. هذه النسخة بتحتضن مجموعة كبيرة من الكتاب العرب، بنتكلم هنا على التواجد العربي سواء كان للكتاب أو للناشرين، بالإضافة لوجود بعض الأجنحة الخاصة والمهمة للدول العربية الشقيقة. معنا دلوقتي حوار خاص أجرته زميلتي العزيزة منى الشرقاوي وبسنت الحسيني مع الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، اللي هيكلمنا عن يعني إزاي قدرت هذه الدورة من خلال فعالياتها وأفكارها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دعم كتابات الكتاب العرب. أهلا بحضراتكم من جديد. أكتر من 1000 ناشر موجودين ومتجمعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54، أكتر من 1000 ناشر عربي متواجدين بشكل مختلف، واللي هيزور المعرض هيشوف نوع مختلف من الإبداع والتواجد، موجود مكان لكل واحد عايز يقرأ حاجة، اللي عايز يقرأ لأدب الطفل، اللي عايز يقرأ في الثقافة، اللي عايز يقرأ روايات، أيا كان اللي أنت عايزه هتلاقيه موجود النهاردة ومنشور في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54. تفاصيل أكتر عن التواجد العربي وتفاصيل أكتر عن المنشور في هذا المعرض هيكلمنا عنه ضيفنا اللي بينورنا وبيشرفنا الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. خلينا بداية نتكلم عن العدد الكبير من الناشرين المتواجدين في المعرض، بالرغم من إن احنا عارفين إن الفترة اللي فاتت في ارتفاع كبير في سعر الورق وكان في ناس كتير قوي قلقانة من التواجد في المعارض المختلفة. شوف حضرتك، معرض القاهرة الدولي هو يعتبر أيقونة المعارض العربية في المنطقة بل على المستوى العالمي، لأنه منذ تأسيسه في عام 1969 كان له طباع ومميزات خاصة عن أي معرض آخر. في السنوات اللي بدأت يمكن لما اتنقل المعرض من أرض الجزيرة إلى مدينة نصر حصل تعديل في مفهوم المعرض. هو المعرض كان اصلا مفترض صالة عرض ثم بجانبه سوق للكتاب، زي ما احنا موجودين هنا في صالة عرض موجودة، فده معرض يعتبر معرض دولي، لكن دخل معاه في ضمن المعرض الفعاليات الثقافية والأنشطة الكبيرة اللي موجودة، وكل المعارض العربية نقلتها
النموذج ده لمعارضها. ومعرض القاهرة بيتميز انه كل صناع النشر بيكونوا بيحضروا المعرض، يعني ممكن يكون ناشر من موريتانيا او من المغرب او من الجزائر ليس له جناح في المعرض ولكن متواجد. ليه؟ لانه كل صناع النشر اللي هم المؤلفين والكتاب والناشرين ومصممي الكتب وحتى اصحاب المطابع حتى مستوردي الورق بيتواجدوا في هذا المعرض. هو ده الميزة أساسية يمكن البعض يغفل عنها بخلاف المعارض الأخرى. ربما في معارض خدت وضعها على المستوى الدولي زي معارض موجودة في منطقة الخليج زي معرض الشرق أو زي معرض أبو ظبي ومعرض الرياض، في معارض كثيرة خدت، لكن الميزة اللي هنا أن كل صناع النشر بيكونوا موجودين وبالتالي بيقبلوا على المشاركة. والسنة دي الحمد لله يعني في ظل الوضع رغم من الوضع الاقتصادي وتغير سعر الصرف والدولار لان عدد الناشرين العرب السنه دي اكتر، وانا بتكلم عن الناشرين العرب ومصريين طبعا عرب لكن اللي هم من خارج مصر عددهم اكتر من العام الماضي. وفي نفس الوقت لم يعتذر اي ناشر عربي عن المشاركه بعد تعديل سعر الصرف، ويعلم انه ربما لا يحقق مكاسب ولكن هو حريص على انه موجود في هذا المعرض. العبره مش بالكم، وربما في بعض المعارض يقوفك هذا العدد اللي احنا موجودين في معرض القاهرة الدولي. والمهم الاختيار بالنسبة لان في قارئ واعي موجود في مصر بشكل جيد ودائما يبحث عن الجديد، وخاصة اللي هو بيكون متوفر بالنسبة له من دور النشر العربية اللي من خارج مصر. فالعدد بالنسبة لمساحة المعرض عدد مقبول، وفي نفس الوقت في تزايد، وفي معارض ربما تلاقي فيها 500 ناشر ومنهم مثلا 100 توكيل يعني اللي موجود 400 جناح. لكن الحقيقه خاصه كمان ان في السنوات الاخيره كان في بدايه المعرض لما كان في الجزيره كان في اقبال من الناشرين الاجانب من مختلف الدول، ثم تراجع في السنين الاخيره بعد ما انتقل المعرض في ارض المعارض لشركه مصر المعارض في التجمع الخامس. بدأ دور النشر الأجنبية تتواجد بشكل كبير، ولذلك حتى العام ده في حوالي 51 دولة مشتركة، وده شيء يعني بالنسبة لنا كناشرين بيدينا الفرصة ان احنا نطلع على الآخرين. اطلاع على الآخرين، والنهاردة بنتكلم على يمكن منصات كتيرة جدا يقدر الناشر من خلالها انه يطرح كتاباته عليها. النهاردة ملايين الناس يمكن بتمتهن هذه المهنة، وملايين الافكار ما كانش المليارات من الافكار يعني. فالنهاردة معرض الكتاب في الحقيقة عمل مبادرة ومؤتمر مهم جدا، وهو مؤتمر الملكية الفكرية ضمن فعاليات البرنامج المهني. ازاي النهاردة نقدر نطلع حلول عشان نحد من مشاكل اللي بتبقى سبب طبعا الملكيه الفكريه ونحمي بيها الافكار؟ طب خلينا اقول لحضرتك بالنسبه يمكن في مبادره موجوده في معرض القاهره الدولي في الدوره 54 ان في منصه موجوده بالتعاون مع الشركه المتحده مع الهيئه العامه للكتاب، لكن ويمكن بداوا يحطوا يضعوا عليها كتب مكتبه الاسر. لكن خليني اقول لك حاجه يعني مهمه قوي، احنا في العالم العربي ليس لدينا منصات قوية، الغرب هو اللي عنده منصات قوية. وانا دائما انبه ويعني حكم مسؤوليتي في اتحاد الناشرين العرب ان هناك دور النشر العالمية بدأت تغزو العالم العربي مثل امازون وجوجل، ودول ممكن يستحملوا الاعباء والتكاليف والخسائر الكبيرة نتيجة جراء الاعتداء على الملكية الفكرية، فهيتجهوا ان هم هيستقطبوا مؤلفين من الدول العربيه. وانا بتكلم كعرب، الدول العربيه كلها كل الظروف واحده بالنسبه لها، وهيستقطبوهم وهيوجهوهم ان الكتابه معينه وهتبقى الكتب باللغه الانجليزيه، وده هياثر على الهويه وهيبقى في تغريب للمواطن العربي. يمكن بسبب ده ايامه ينطلق المؤتمر القادم للترجمه. الحكومات نفسها يعني لازم ده يكون مشروع قومي ان في منصه قويه جدا تبقى موجوده في مصر، تبقى كان في محاولات قبل كده ولكن للاسف لا تستكمل. لكن احنا كقوه ناعمه لدينا رصيد كبير جدا ان نقدر تكون منصه تجذب القارئ بشكل كبير ويستطيع ان هو يجد ما هو يبحث عنه.
ربما في بعض منصات موجودة في العالم العربي بشكل إلى حد ما، لكن لا تضاهي المنصات الأجنبية. طيب بالنسبة على بس أرد على الموضوع الملكية الفكرية، الملكية الفكرية أخطر الأزمات اللي بتهدد صناعة النشر بالانهيار أو التوقف ما لم نتكاتف. والحمد لله أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر، واللي هي بتقوم على 4 محاور أهمها وعي عمل توعية للمواطن بأهمية احترام الملكية الفكرية، إنشاء جهاز موحد للملكية الفكرية، إعادة تعديل التشريعات عشان يبقى في المردود الاقتصادي اللي موجود. فدي مهمة جدا لأن دي أكتر مشكلة بتهدد صناعة النشر، وصناعة النشر في العالم العربي صناعة ليست قوية، صناعة ضعيفة، لا عدد ما ينشر أو ينشر في العالم العربي لا يتناسب مع عدد سكان العالم العربي اللي هم أكثر من 400 مليون، ورغم إن في ملايين بتتكلم اللغة العربية. العدد اللي بينشره العالم العربي ما بين 60 ل 65 ألف عنوان في السنة، دولة زي إسبانيا بتنتجهم في نفس السنة. طبعا أحد العوامل الرئيسية اللي هي بتؤثر على هذا الوضع هو الاعتداء على الملكية الفكرية، وعادة القراءة ليست عادة أصيلة لدى المواطن، الرقابة المتشددة وحرية النشر والتعبير. اتكلمتم عن اللغة الإنجليزية اللي موجودة على المنصات والاهتمام باللغات المختلفة في الترجمة من وإلى اللغة العربية. لو جينا نقول إن أيام قليلة وينطلق المؤتمر الدولي للترجمة أو الخاص بالترجمة، أهمية انطلاق مثل هذا المؤتمر وفكرة الترجمة، إحنا متعودين أما بنقول ترجمة بيجي في مخنا الترجمة من اللغات إلى العربية، في أعتقد اهتمام كمان بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. هو الهدف الرئيسي المفروض يكون ترجمة الأعمال الإبداعية والفكرية وتاريخنا وتراثنا من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، لكن عايز أقول لحضرتك إحنا بنتجه إلى دور النشر الأجنبية وبنترجم من اللغات خاصة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية إلى اللغة العربية. الناشرون في الدول المتقدمة ما لم يقدم إليهم دعم لن يقوموا بترجمة. يعني وأنا عندي تجربة، أنا كان عندي في أيام الأزمة اللي هو كان الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أصدرت كتاب للكاتب الراحل عبد التواب يوسف عن طفولة سيدنا محمد. يعني أنا عرضتها على كل الناشرين اللي كنت بقابلهم في فرانكفورت مجانا، مش عايز منهم حاجة، هم رافضين، هم بيبحثوا عن دعم ليهم. وده اللي حصل في مدينة في إمارة الشارقة، إن بقى في دعم للناشر الأجنبي إنه يترجم من العربي إلى اللغة الإنجليزية، في بقى وياخد دعم، هو ده الأساس. وأنا يمكن أحد دور النشر في إنجلترا أنا واخد حق حصري لكل مقالات الكاتب الراحل نجيب محفوظ صاحب نوبل، كل المقالات وتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بواسطة دار النشر، بس على أساس إن كان في دعم هم واخدينه من الشرق. فإحنا لو عايزين نتجه هذا، وأولا يعني إن لابد إن إحنا يعني الإحصائيات اللي بتقال على إن إحنا عدد الكتب المترجمة سواء من اللغة الأجنبية إلى اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية عدد قليل أو العكس، لا دي إحصائيات غير مظبوطة، لأن الترجمة في السنين الأخيرة دور الناس سواء كانت رسمية أو حكومية أو قطاع خاص على مستوى الوطن العربي بالعكس في حركة ترجمة موجودة كبيرة. لكن عشان أنا أوصل فكري وأوصل تراثي وتاريخي لابد إن إحنا نضع في حسباننا إن يكون في دعم للناشر الأجنبي، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. إزاي معرض القاهرة الدولي للكتاب بما أننا نتكلم دلوقتي عن الدول العربية يكون نقطة تلاقي ما بين الشباب العرب؟ مهم جدا أن احنا نبقى قريبين، مش هقول موحدين لكن قريبين في أفكارنا، بما أننا قريبين في حاجات كتيرة جدا، الأرض، العادات والتقاليد، الديانات، الحاجات دي كلها. فإزاي اللغة كمان طبعا، إزاي نقدر نوسع التلاقي ما بين الشباب العربي من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ هو بس يعني عشان نقول نقطة التلاقي، أو أنا عايز أقول لك على حاجة، يعني أنتم ما حضرتوش هذا الزمن اللي كان أثناء معرض القاهرة الدولي، كان جمهور كبير جدا سواء كان كبار في السن أو شباب كانوا بيجوا من الدول العربية مخصوص لمعرض القاهرة الدولي،
ربما كان يجي يقعد يوم او يومين ويرجع تاني بلده. عشان تعملي نقطه تلاقي بينك وبين الشباب العربي من خلال معرض الكره الدولي لابد ان يكون في فعاليات او برامج تجذبهم لهذا الموضوع، بمعنى ان ممكن يكون مثلا هويه الشباب العربي كيف نحافظ عليها، فممكن يكونوا موجودين يعني هم مش غريبين، وبالنسبه لمصر بالنسبه لهم في العالم العربي بتعتبر ايقونه، يعني لما بنقول شقيق كبرى فهي شقيق كبرى والكل حابب ان هو يكون موجود في مصر، فلازم نعمل برامج او فعاليات نقدر ان احنا نجذبهم. انا اكيد بصفه حضرتك رئيس اتحاد الناشرين العرب تقدر تقول لنا هل في تعاون مستقبلي بين معرض الكتاب والمعارض العربيه الاخرى في المرحله القادمه؟ في يعني انا من ضمن اللي هم عدوا اتحاد الناشرين العرب، كنا خمسه سنه 95 لان الاتحاد انشئ سنه 62 وثم جمد يعني تجمد لاسباب ما، لكن في 95 تم اعاده احيائه، كنا خمس ناشرين واستمرت لفتره اربع دورات ثم ادينا الفرصه للاخرين اللي كانوا مؤسسين خرجوا، ثم عدت في 2016 في الدورة الثامنة. من بدأت في الدورة الثامنة في وجود دكتور هيثم الحاج ثم ومعه الفريق الموجود معاه ثم دكتور أحمد بهيب والفريق معهم أستاذ إسلام بيوم وعامل سيادة المشار محمود عبدين، في تعاون كبير جدا بين اتحاد الناشرين العرب وبين معرض القاهرة الدولي. أنا يكفي أقول لك يمكن المعرض الوحيد على مستوى الوطن العربي أن رئيس اتحاد الناشرين العرب أو اتحاد الناشرين العرب ممثل في اللجنة العليا لإدارة المعرض، اللجنة العليا معرض القاهرة الدولي بقرار من رئيس الوزراء من سنوات. في تعاون كبير جدا سواء من قائمين على الهيئة كمسؤولين أو من وزراء الثقافة السابقين والدكتورة نيفين الموجودة حاليا. في تسهيلات كتير جدا اللجنة العليا عرضناها على معالي الوزيرة الدكتورة نيفين، مثلا زملائنا الناشرين اللبنانيين لديهم أزمة كبيرة في بلادهم وبالذات البنوك، سمحت إن هم يدفعوا، ده كان مطلب الاتحاد، يدفعوا بجنيه مصري من خلال مبيعاتهم. كمان في تيسيرات نظرا للظروف ان هو ناشرين المفروض يسددوا التزاماتهم مقابل ايجار الاجنحه ان يسددوا لغايه يوم 1 فبراير، يعني معناها من بتاع الاسعار نفسها كانت الاسعار السنه اللي قبل الماضيه الدوره كانت دوره 52 كانت الاسعار مرتفعه، صحيح حصلنا على خصم من معالي الوزيره السابقه لكن السنه العام الماضي تم تخفيض السعر، وأن ناشر اللي هو عضو اتحاد الناشرين العرب يتمتع بسعر يبدأ من 123 دولار بينما غير عضو اتحاد الناشرين العرب السعر بالنسبة له 200 دولار، فدي ميزة كبيرة. كل التسهيلات مقدمة للناشرين العرب، عشان كده بقول لحضرتك في البداية لم يعتذر أي ناشر عربي على أنه يشارك في المعرض رغم الأوضاع الاقتصادية وتغير سعر الصرف. أستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب كل الشكر ليك على وجودك معنا يا فندم، نشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. النهاردة كل محبي الكرة المصرية بيقولوا يا رب يا رب للنادي الأهلي اللي هو إن شاء الله يحقق فوز في يعني مستهل بطولة كأس العالم للأندية في نسختها رقم 19 بلقائه مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي. النادي الأهلي بيعتبر هو أكثر الفرق العربية اللي شاركت في كأس العالم للأندية، ويمكن لو هنتكلم على تاريخ مواجهات الأهلي مع أوكلاند سيتي فهنلاقي إن هو واجهه مرة واحدة عام 2006 في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية اللي أقيمت في اليابان، ونجح الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون مقابل. ماذا سيفعل كولر؟ هو ده اللي احنا يعني هنناقشه في حلقتنا النهاردة أو في فقرتنا النهاردة مع الناقد الرياضي سامح سمير. صباح الخير يا سامح. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا منى. صباح الخير على المشاهدين جميعا. من أول يعني يا رب يا رب. شايف النهاردة كولر يعني هيبقى شكل اللعب إيه
وإيه رأيك أصلا في يعني الافتتاح لهذه البطولة ما بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي؟ هو في البداية أنت قلت الأول كلام مهم جدا، النهاردة جماهير الكرة المصرية وراء النادي الأهلي، مش حاجة اسمها أهلي وزمالك، مش حاجة اسمها انتماءات. النهاردة أعتقد أن الكل بياعي تماما أن النادي الأهلي بيمثل مصر في كأس عالم للأندية، بيمثل مصر في بطولة قارية عالمية بيلعب فيها أكبر الأندية في العالم على رأسهم ريال مدريد. فياريت الناس النهاردة تقف خلف النادي الأهلي وما نشوفش أي انتماءات نهائيا. نتمنى ده، الكلام ده مش للبروباجندا الإعلامية، ولكن نتمنى أن تكون هي دي أخلاقيات مشجعينا علشان الأهلي بيمثل مصر النهارده. خلاص مفيش هزار. يمكن ده بدأ يظهر مع أول صورة رسمية للنادي الأهلي لي يعني هذه البعثة قبل ما يروح المغرب تحديدا يعني. صحيح، لذلك احنا بنتمنى النهارده ان يكون الكل خلف النادي الاهلي. طبعا هي مباراه مهمه جدا، انت قابلت اوكلاند سيتي مره واحده 2006، جيل العظماء، انا بسميه جيل العظماء من اول مانويل جوزيه لحد ابو تريكا وبركات، والجيل الذهبي اللي خدوا البرونزيه وعملنا حاجه محترمه جدا في كاس عالم الانديه بجوزيه وبعدين موسيماني. فكولر النهارده عنده مهمه، مش مهمه، دي مهام عاجله النهارده في الاهلي. اول حاجه الراجل بيبحث عن تاريخ جديد للأهلي داخل البطولة، لأن الأهلي وصل للمركز الثالث أكثر من مرة، فبيبحث عن المباراة النهائية. تاني حاجة الراجل بيبحث عن تاريخ جديد ليه هو شخصيا، إن هو يعني يكتب شهادة ميلاد جديدة مع الأهلي ولنفسه في سي في لي كمدير فني محترم. هذا المشروع السويسري اللي أعتقد أنه هيبقى مشروع فاخر مع النادي الأهلي. الحاجة الثالثة الراجل النهاردة بيبحث عن إنجاز خاص بعد جوزيه وبعد موسيماني، الاثنين حصلوا على المركز الثالث والبرونزيه في البطوله، فالراجل بيبحث عن انجاز جديد للاهلي وليه هو زي ما قلنا داخل البطوله. فعنده النهارده مهام مهمه جدا، النهارده لازم ان هو يتعامل مع المباراه بحكمه وحنكه، ويعرف ان اوكلاند سيتي مش فريق هين ولا سهل بالمره. بمناسبه اوكلاند خد فتره اعداد البطوله محترمه جدا في اسبانيا، خاض فيها ثلاث مباريات من ضمنها فريق برشلونة، بس الفريق الرديف يمكن لبرشلونة، بس هو كان في فترة توقف شهرين فأعتقد أنه فترة التوقف الشهرين دي ممكن احنا نستغلها لصالح، حتى وإن كان هو خاض أكتر من مباراة وإن كانت مع الفرق الأكثر شهرة برشلونة، بس هو الفريق برضو التاني مش الفريق الأول ده ممكن لكن احنا بنلعب ب يعني الفريق وهم كمان بس، ولكن ده أعتقد أنه ممكن يدينا نقطة كده حماسية، لان اعتقد ان اوكلاند سيتي مش اول مش اكثر العقبات يعني. فريق النادي الاهلي واغلب اللاعبين عينهم على مباراه ريال مدريد، فلازم يعدوا بتاعه اوكلاند سيتي دي بمنتهى السهوله. بص اقول لك على حاجه، دلوقتي المديرين الفنيين او في الكوره بشكل ادق ما بقتش النظره انك انت هتعدي اول مباراه او اول مباراه سهله وانك تفكر في المباراه اللي جايه. الاهلي بيلعب مباراه تلو الاخرى، كل مباراه ليها اجندتها ليها حساباتها. اوكلاند سيتي مش بالفريق الهين تماما، هو تعادل مع برشلونه، عمل فتره اعداد في اسبانيا محترمه جدا، عنده مفاتيح لعبه هايله جدا، بيلعب بطريقه هجوميه غير عاديه شرسه جدا، مش هو اوكلاند سيتي بتاع 2006 بالمناسبه عشان تبقوا عارفين ده. في نفس الوقت انت عندك اوكلاند سيتي عنده طموح ان هو يعني ايه مش هو 2006 شكل مختلف، اللعيبه متغيرين، الخطه متغيره، شكل مختلف طبعا في الاداء وفي اللاعبين وفي الخطه وفي المدير الفني وفي كل شيء طبعا. وفي نفس الوقت انت المباراه دي انت لما ان شاء الله باذن الله تعديها، انت عندك مباراه مهمه جدا بعدها مع سياتل الامريكي كمان بعدها يوم 4 فبراير، فانت عندك حسابات، ما تفكرش في ريال مدريد نهائيا. ريال مدريد مش معمول على الخريطه بالنسبه للنادي الاهلي حاليا، ان الاهلي قدامه النهارده اوكلاند سيتي، هو عايش بيحلم قايم نايم بهذه المباراه لحد ما يعدي اوكلاند سيتي يبتدي يحتفل ماشي مباراه بمباراه يبتدي طبعا. وبعدين انت ما استعدتش جيدا لكاس عالم الانديه، لسبب انت ما قدرتش انك انت تحط خطه تواجه بيها اوكلاند سيتي، تدرس بيها اوكلاند سيتي. الاهلي للاسف كان عنده الدوري مباريات هامه جدا، كان عنده بيراميدز وكسب بثلاثيه، عنده بعدها الزمالك كسب بثلاثيه، بعدها البنك الاهلي برده كسب. عندك انتصارات، عندك فوز لاكثر من مباراه هامه جدا امام بيراميدز والزمالك وتصدرت الدوري، ولكن انت في النهايه عندك ضغط مباريات، ودي احدى التحديات اللي بيواجهها مارسيل كولر في البطوله، الضغط المباريات الكتير. ان هو يستعد لاول مباراه امام اوكلاند سيتي، ان هو يستعد بالخطه
اللازمه لعبور اوكلاند سيتي. ده كان عايز وقت مهم جدا. شايف كولر هيعتمد في طريقه لعبه النهارده بنفس الخطه اللي بيلعب فيها او بيلعب بيها بقاله فتره واحنا بنشوفها اللي هي 4-1-4-1، ولا هيغير طريقه اللعب ومش هيعتمد على خط النص اللي هي المساعده الهجوميه تحديدا؟ بص النهارده ان شاء الله انت هيبقى عندك اكتر من مفاجاه في تشكيل النادي الاهلي. اولا هتبقى علي معلول هيبقى متواجد، يعني خلينا نبتدي من خط الظهر، الشناوي هيبقى متواجد ده بالطبع، وده التشكيل اللي هيبقى الامثل ان شاء الله للمباراه اللي هيبتدي بيه مارسيل كورال. ده التشكيل العائل واللي هو بيلعب بيه كولر طبعا. فالشناوي خط الظهر متولي خلاص، رجع بعد الايقاف مباراه الزمالك وانتظم مع الاهلي. محمد عبد المنعم جه خلاص من الاصابه، هو ومحمد هاني وحسين الشحات بطمن الناس عليهم ان هم خلاص، الشحات الام الركبه انتهت، محمد هاني السمانه خلاص، الخلفيه لعبد المنعم خلاص. ولكن ده تحدي برده الكولر ان يا رب الاصابات ما تعودش تاني خلال البطوله. فخط الظهر هيبقى متولي متواجد، عبد المنعم هيبقى متواجد، محمد هاني مفيش غيره خلاص، اكرم توفيق وكريم فؤاد الاثنين مش موجودين، صليبي يرجعوا بالسلامه. باك الشمال عوده علي معلول هيبقى موجود ان شاء الله مع النادي الاهلي، كارت كسبان باذن الله في الاهلي. خط الوسط هيرجع تاني حمدي فتحي مع اليو ديانج مع من المفترض يكون متواجد قفشه لو هيلعب مع عبد القادر، عبد القادر يكون متواجد في دويتو بيحصل ما بين عبد القادر وقفشه، لطيف كده ممكن يعمل شكل كويس جدا للاهلي. هيبقى جناح طائر يمين حسين الشحات، عبد القادر جناح طائر شمال، وكهربا هيبقى برده النهارده مفاجاه كولر في المباراه. لان يعني انت شايف عبد القادر هيلعب في الباك الشمال وهيبقى موجود، ولا هيبقى طاهر هو الموجود ويخلي عبد القادر احتياطي؟ لا لا، هو طاهر راجع من اصابه، هو كله موجود هناك مع النادي الاهلي، وكولر بيحاول يعتمد على كافه الاوراق، ولكن اللي جاهز دلوقتي حاليا خلاص اللي تكسبه لعبه زي ما بيقولوا بلغه الكوره هيبقى حسين الشحات موجود. وحسين بدا ان هو يبحث عن ذاته بشكل محترم جدا في المباريات الاخيره ورجع سريعا من الاصابه، اعتقد انه موجود النهارده كجناح طاهر ايمن، عبد القادر هيكون موجود كجناح طائر ايسر، وخط الوسط زي ما قلنا ديانج و حمدي فتحي والسوليه اذا لم يعتمد كولر على قفشه مع عبد القادر. ولكن اعتقد ان قفشه ممكن يسند في الشوط الثاني او الله اعلم، ولكن دي التشكيله اللي هتبقى موجوده جنب طبعا كهربا هو راس الحربه الصريح، وهيكون بديله محمد شريف لان كهربا جعان وعطشان كوره الفتره ديت. محمد شريف طلع بشكل محترم جدا مع الاهلي امام الزمالك، ولكن كهربا منفجر كرويا طبعا صحيح. فطبيعي ان هو يستغل في مباراه زي كده. كولر دايما بيبقى له طريقه كده في ان هو عنده طريقه تدوير اللعيبه، لا يعتمد على لاعبين بعينهم، وهو يمكن هو شاف الارهاق اللي اصاب لاعبي النادي الاهلي السنه اللي فاتت وتفادى ده بان هو كل مباراه بيعمل لنا تشكيلات مختلفه. المره دي عندنا 4 استبعادات، عندنا سافيو كريستو، شادي حسين مستبعد، ايمن اشرف، يعني عندنا استبعادات من المباراه نقدر نقول انها حصلت علشان يتعامل مع الارهاق اللي ممكن يصيب لاعبي الاهلي، ولا الاستبعادات دي موجوده علشان خاطر خطه كرويه هو حاططها؟ بص هزلك على حاجه، هو في 5 لاعبين مستبعدين من الاهلي فنيا، مفيش اصابات مفيش حاجه، فنيا دي وجهه نظر كولر الشخصيه ان دول خارج قائمه الاهلي خلاص، دول خارج قائمه البطوله بالمناسبه مش مباراه اليوم فقط. ايمن اشرف بالطبع، شادي حسين ايضا مش متواجد مهاجم الاهلي، كريستو طبعا مش موجود لسه ما خدش على فورمه اللعيبه ما يقدرش يعتمد عليه النهارده في مباراه زي دي في كاس العالم، ايضا مش موجود ولا هيجربه؟ لا 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 خالص، مفيش تجربه، احنا ما بنهزرش في كاس العالم للانديه، مفيش تجارب في كاس العالم للانديه، هيبقى مدير فني مبتدئ وده مش هيحصل مع كولر ولا مع الاهلي، واسمه حجمه وتاريخ الاهلي ولا حجمه وتاريخ البطوله. في لازم تنزلي تنزلي النهارده عشان تكسبي المباراه، وخاصه انك كسبتي 2-0 قبل كده في 2006. ايضا مش موجود احمد قندوسي لاعب وفاق الصيف اللي بنبارك له، فاز مع الجزائر امبارح 5-0 امام النيجر وتاهلوا للمباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه للمحليين، برضه لسه ما لحقش ان هو ينضم. الى جانب برونو سافيو اللي بقول لكم كده على الهواء ان في قرار تاديبي من كولر لان الراجل عايز يلعب اساسي بشكل مستمر، طبعا ده غير مقبول في الاهلي لان زي ما قلتي في سياسه تدوير والراجل عنده وجهه نظر عايز يطبقها وعايز يوصل للتشكيل الامثل لان هو مطالب بهذا الامر. فالخمسه دول خارج الخطه الفنيه لمارسيل كولر، لذلك انا قلت لك دي الخطه اللي هيلعب بيها النهارده ودي الاوراق الرابحه اللي هتبقى مع كولر في المباراه. طيب لو بنتكلم على اوكلاند سيتي، اوكلاند سيتي يعني لعيبه بيتميزوا بالسرعه، بيلعبوا على فكره الاستحواذ والتسديد من خارج المنطقه، ازاي الاهلي هيتعامل مع ده؟ بص خلينا نبتدي اوكلاند سيتي نعرف بيه الساده المشاهدين واحده واحده. اولا اوكلاند سيتي بيدربوا البرت ريرا، الراجل ده المدير الفني ده اولا جريء جدا طموح جدا، بمعنى هو بيلعب على طول 3-4-3، بيلعب بخطه هجوميه باستمرار، بيعتمد على العناصر
صغيرة السن في هذه المباريات، بقى له فترة بيعتمد على لاعبين صغار السن عشان تبقى اللياقة البدنية عالية، اللياقة الذهنية عالية، فده لازم النادي الأهلي النهارده يجاري بحكمة وبخبرة ان هو يخرج من المباراة بشكل إيجابي. فألبرت ريرا جريء جدا وعارف حجم وخطورة وشراسة الأهلي، ولكن انت هتلاقيه النهارده ند شرس على المستوى الهجومي. بالنسبة للأوراق الرابحة اللي لازم الأهلي النهارده يعمل حسابها، وبالتأكيد مارسيل كولر أحسن مننا كلنا في هذه الأمور، وأكيد اتفرج على فيديوهات في محاضرات بالفيديو مع لعيبة النادي الأهلي، ده ألف به خطط. صحيح. عندك أوكلاند سيتي عنده كارت رابح مهم جدا، إيميليانو تادي، ده مهاجم راس حربة أوكلاند سيتي، وبمناسبة الوحيد الكبير شوية، عنده 34 سنة، ولكن هو هداف خطير، بيلعب في أكثر من مركز وبيجيد في التعامل مع المراكز الأمامية كلها بصفة عامة مش مجرد راس الحربة. والراجل أحرز 19 هدف الموسم اللي فات في 30 مباراة، وهذا الموسم حتى الآن أحرز 5 أهداف، فهو هداف مش طبيعي، والقيمة السوقية ليه 350 ألف يورو، لاعب مهم جدا. تاني لاعب برضو هو هاري ديفريز، ده برضو مهاجم، وبالمناسبة كان خرج في تصريحات ليه ان هم زعلانين عشان الناس برضو تبقى عارفة نيوزيلندا بيضربها فيضانات هذه الأيام، وعندهم حالة حزن بالمناسبة في معسكر الفريق هناك، وقالوا ان هنحاول تتغلب على هذه الحالة، حالة الإحباط. طبعا قلبنا معهم في النهاية، كان في ضحايا وكان في قصص، فعندهم أزمة في المعسكر النيوزيلندي. برضو عندك لاعب مهم جدا في خط الوسط اللي هو كاميرون هويسون، اللاعب ده عنده 28 سنة بالمناسبة، قيمته السوقية 250 ألف يورو. هذا اللاعب في خط الوسط وأحرز 11 هدف في الموسم اللي فات وخمسة في هذا الموسم، زيه زي راس الحربة بالظبط، فهو لاعب خطير جدا، لاعب مهاري جدا في وسط الملعب، وبيزيد بشكل محترم جدا في النواحي الهجومية، ولازم يتعمل له حساب، يعني مسمار كده زي ما بيقولوا في وسط الملعب، وبيسند بشكل محترم جدا في الضغط الهجومي. طبعا آدم ميتشل موجود في خط الدفاع، برضه مدافع مخضرم جدا، وبالتأكيد كهربا عامل حساب ده، وبالتأكيد فرجوا على هذه الأوراق الرابحة. دي أهم الأوراق اللي موجودة في أوكلاند سيتي اللي بيعتمد على اللعب الهجومي، مش هجمات مرتدة تماما، لا، هتلاقي ند قوي، هتلاقي المباراة رايحة جاية، ولكن طبعا هيبقى فيه في النهاية في البداية جس نبض وخوف من الطرفين. يعني كان في تصريح لريرا في الفترة اللي فاتت بيتكلم فيه عن قوة الأهلي الضربة المتمثلة في بعض الأسماء اللي هو ذكرها بالاسم، وقال احنا عاملين حساب الموضوع ده وحنتعامل معاه. كان بيتكلم على عمرو السولية وعلى أليو ديونج وعلى أفشع. هو متخيل ان هو لما يذكر اسماء بعينها متخيل ان هي هتبقى مختلفه جدا في المباراه، هيبقى حاطط خطه للتعامل مع تواجد اللاعبين، وكولر ممكن يغير اماكنهم مثلا بطريقته المعتاده في اللخبطه اللي بيعملها لنا، بحيث ان هو يلخبط حسابات ريرا. لا، حاجه، التصريحات المؤتمرات الصحفيه شيء وارض الواقع شيء تاني خالص. أوكي. التصريحات الصحفيه دي كلها بروباجندا اعلاميه، كله بيجس طرف نبض التاني، ممكن يكون هو شايف مثلا ان خط الوسط من وجهه نظره هيبقى ضعيف جدا لو اللاعب الفلاني لعب، فيجبر مارسيل الكوره يقول له انا خايف منك، وهو اصلا مش خايف منه وشايف انه لاعب عادي جدا، فيبقى عايز يلعب أفشع، لكن هو شايف ان أفشع ما هوش قوي بالنسبه له. كلها تصريحات للبروباجندا الاعلاميه، ولكن في النهايه الاثنين تضليل. بالظبط كده، هم في النهايه الاثنين بيدوروا على الكروت الرابحه اللي هتكسبهم المباراه. طبعا هو اتكلم عن الاهلي ان الاهلي تاريخ، وان الاهلي فيه لعيبه كبار جدا، وشافه في دوري ابطال افريقيا، وانت جاي حامل اللقب، فطبيعي جدا انه يتكلم عن السوليه. السوليه لاعب خطير مش لاعب قليل، أفشع لاعب قوي جدا، وبدا يعيد اكتشاف نفسه لانه ابتعد تماما بعد القضيه ممكن والفاضيه ممكن والكلام ده كله، لكن دلوقتي الراجل بيعيد ترتيب اوراقه من جديد ان هو يرجع للاهلي ويدخل في حسابات كولر في التشكيله الاساسيه، لان أفشع ومحمد شريف تحديدا الاثنين كان عليهم علامات استفهام على مدار موسم ونص كامل، حتى صحيح. على مستوى المنتخب الاثنين كانوا بره على الدكه. يا جماعه ما ينفعش للعيبه بهذا الحجم وبهذا الشكل ان هم يخرجوا من الحسابات. فشريف بدا يرجع، أفشع بدا يرجع، ولكن كولر في النهايه عنده عين محترمه جدا داخل الملعب، وشايف ان هو لازم يكون عنده اكثر من بديل في كل مركز، وبيحاول يعطي فرصه لكل لاعب ان هو يعيد اكتشاف نفسه. لكن في النهايه هو عنده تشكيل ثابت النهارده هيبتدي بيه المباراه. طيب سامح، خلينا اسالك سريعا كده، دايما شخصية النادي الأهلي أو اللعيبة في هذه المباريات الكبيرة تحديدا ما بتظهر بشخصية النجم اللي دايما بيبحث عن النصر والانتصارات وحسم ألقاب جديدة والفوز بهذه البطولات الكبيرة. ممكن نشوف ده النهاردة يعني يظهر في الملعب هذه الشخصية للنادي الأهلي علشان خاطر يعود مرة تانية لهذه البطولات؟ بص، مارسيل كولر كان ليه كلام حلو جدا في المؤتمر الصحفي، دي حقيقة، وقال إن النادي الأهلي نادي كبير جدا في إفريقيا وليه اسمه على مستوى العالم.
فلما بيجي يشارك في مثل هذه البطولات القارية بيبقى عايز يوصل لأبعد نقطة في البطولة. ده كلامه نصا ان الاهلي دايما خططه عينه على ابعد نقطة في البطولة. طبعا ابعد نقطة هي المباراة النهائية ان شاء الله الاهلي يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة، ومفيش احسن من زي ما انت قلت دلوقتي يا رب، وان شاء الله الاهلي قدها يعني ويقدر يكسب هذا التحدي. بنشكر حضرتك سامح سمير الناقد الرياضي على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، ونتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي على اوكلاند سيتي. انا بشكركم وبقول للساده المشاهدين ان شاء الله تشوفوا مباراة رائعة النهاردة، وتاني بقول لا للتعصب، وتاني نحترم وجود ممثل مصري في كأس عالم الأندية عشان ده مهم جدا لنا كمصريين بعيدا عن الانتماءات. كل الشكر لك. شكرا. في إطار متابعتنا اليومية اللي موجودة، برنامج صباح الخير يا مصر موجود يوميا وبيتابع اللي بيحصل في معرض الكتاب. امبارح كان في ندوة مهمة ضمن محور كاتب وكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الندوة ناقشت موسوعة القتلة جذور العنف عند مرشدي الإخوان للكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور والصدرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. خلينا نتابع إيه اللي حصل في الندوة. الرسالة الأساسية لموسوعة القتلة، يمكن ده الجزء الثاني من موسوعة قبل كده كان اسمها المضللون اللي كنا بنرصد فيها الكتابات النقدية لجماعة الإخوان. النهاردة الحقيقة الرسالة الأساسية إنه هذه موسوعة للأجيال الجديدة، للشباب اللي هم ما يعرفوش هذه الجماعة بشكل أساسي. يمكن الكبار الأجيال اللي هي الكبيرة يعني شافت رأي العين العنف الجماعة وشهدت على ما فعلوه، لكن أنا بتكلم لأجيال ما شافتش وحقها إن احنا نعرفها بشكل أساسي. فأنت بتقدم دليل على إنه أنت قدام جماعة إرهابية، قدام جماعة عنصرية، قدام جماعة، وده المهم إن انتمائها الأساسي للتنظيم وليس للدولة المصرية. المدخل الأساسي للموسوعة إن احنا بنقرأ جذور العنف عند قادة الجماعة، ولأن هم في جزء من التدليس اللي مرسوه أحيانا يصدروا لنا انه في بعضهم متطرفين لكن البعض الاخر مسلمين ومتسامحين ووسطيين. فبالدليل من خلال هذه الموسوعه انه كل القيادات الاخوانيه ارهابيه بنفس الدرجه، بيتبنوا نفس الافكار وبيسلكوا نفس الطريق وبيتبعوا نفس المنهج، لكن تصويرهم لقيادات معينه منهم ان هم مسلمين او وسطيين انا كنت بعتبره انها ثغره هم بيحاولوا يدخلوا منها لتقريب الناس لهذه الجماعه. لكن من حسن البنا الى محمد بديع ثم من خرج من الجماعه هم مجموعه من القتله الارهابيين اللي بينتجوا نفس الفكر. الحقيقه الموسوعه بجد تثقيفيه وفيها كم كبير من القضايا اللي بتهم الدولة وبتهم المجتمع، وألقت الضوء على كثير من الأفكار اللي ممكن تكون بتخاطب العديد من الناس بشأن قضية الإرهاب، قضية الإخوان، فترة معينة مرت بها الدولة المصرية، وطبعا العالم كله تقريبا مر بهذه القضية وبالمشاكل دي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، وذلك خلال زيارة شكري الحالية للعاصمة موسكو. تناول اللقاء أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وسبل دفعها قدما بما يحقق مصالح البلدين، حيث تمت الإشادة بتاريخ العلاقة الروسية المصرية بما يشكل ركيزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وأبرزها محطة الضبعة المنطقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مبنى الكابيتول بواشنطن، بحث الملك عبد الله الثاني المستجدات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية، إذ جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاهها ورفضه للإجراءات الأحادية وضرورة وقف التصعيد. كما بحث مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، إضافة إلى التعاون في جهود الحرب على الإرهاب.
هذا. ومن المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض الخميس، كما سيلتقي أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية، حيث يمتلك العراق الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن تجاه أي تهديد. وقال السوداني إن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للعراق، مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي الحالي بالعراق يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة في إطار قانوني. أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده ستزود أوكرانيا ب 12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار، تضاف إلى 18 قطعة سبقت وسلمتها باريس لكييف. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزينكوف، أوضح لوكورنو أن هذه المدافع متوسطة المدى ستمول في إطار صندوق الدعم الذي أنشأته فرنسا وتبلغ قيمته 200 مليون يورو. Je peux vous annoncer que notre fonds de soutien va nous permettre de donner 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلنسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا. هذا وقد حقق الغربيون مستوى جديد على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة أنهما ستسلمان دبابات ثقيلة لكييف. It's the beginning of finally constructing a 20. عبر البيت الأبيض عن غضبه بسبب صافي الأرباح القياسي الذي حققته أكسون موبيل العام الماضي والبالغ 56 مليار دولار، وهو رقم تاريخي لقطاع النفط الغربي بالأكمل. من المتوقع أن تحطم شركة النفط الكبرى أرقامها القياسية السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب، مما يرفع أرباحها مجتمعة إلى قرب 200 مليار دولار. واكتذب هذا المستوى المرتفع انتقادات متجددة لقطاع النفط، وأثار دعوات لدول عدة بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات. أقرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن مشروع تعديل نظام التقاعد يثير تساؤلات وشكوكا، لكنها أكدت حرصها على سماع تلك التساؤلات. وأوضحت رئيسة الوزراء الفرنسية أن النقاش البرلماني بدأ حول هذا المشروع المثير للجدل. وجاءت تصريحات بورن في أول رد فعل لها بعد أن شهدت البلاد مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بالتعبئة الحاشدة شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية الثمانية. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، في هذه الفقرة اللي بنحاول من خلالها اللي احنا نسلط الضوء على أهم ما هو موجود على أرفف مكتبات العرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأن صدرت مذكرات لواحد من صناع الفن المصري تحت عنوان الزمن وأنا. المذكرات دي بتحكي رحلة الفنان فلوكس مع الفن اللي امتدت على مدار 60 سنة تقريبا، شارك من خلالها في مئات الأعمال ما بين المسرح والسينما والتلفزيون أيضا. حكايات كتير في حقيقة الأمر عن هذا العمل هيحكي لنا عنها مؤلف الكتاب الصحفي حسن الزوام اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ حسن. صباح النور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. صباح الخير عليك أستاذ حسن. في البداية عاوز أعرف من حضرتك علاقتك بالفنان الكبير فاروق فلوكس وليه كتب مذكراته. هو ليه كتب مذكراته؟ الأسباب كتير اكتشفتها بعد ما بدأت علاقتي بيه. هو يعني من حسن حظي ان ليا صديق هو الاستاذ محمد البعلي، مدير ومؤسس دار نشر اسمها صفصافه، كلمني وقال لي انا عندي مذكرات عايزين نكتبها، بس انا عايزك انت اللي تعملها يعني. فانا بصراحه رحبت جدا لانها كانت فرصه بالنسبه لي ان انا ارجع تاني
لإصدار كتب وكده. وعندي انطباع جيد عن الأستاذ فاروق فلوكس إنه أعرف إنه هو رجل مثقف وعنده وعي كبير. فبالتالي كنت يعني رحبت في البداية. لما رحت قعدت معاه أنا بتكلم مع ربنا يديله طولة العمر والصحة، يعني بتكلم مع رجل في نصف منتصف الثمانينات. فكنت متخوف من ان هو يكون مش متذكر، احنا بنتكلم عن مذكرات هنمشيها بسياق زمني. لقيته راجل حضوره رائع. الملامح الاولانيه اللي حكاها لي بقيت خلاص عارف ان في حاجه عظيمه هتطلع من هذا العمل. ثم استمرت الجلسات. انا اللي عرفني اصلا مدار النشر بنته الدكتوره يسرى فلوكس، وهي مخرجه في التلفزيون المصري وشخصيه جميله ودؤوبه يعني. هي نفسها كمان هي صاحبه فكره اصلا كتابه المذكرات، وهي اللي طرحت الفكره على الفنان الناشر، والناشر فلوكس اللي تحمس لها كتير. بالظبط كده. فهي عارفه الجلسه الاولانيه بنبدا نختبر بعض، هيعرف الكيمياء تمشي مع مع الفنان فاروق فلوكس مش هتمشي. هي جلسه واحده وبعدين قررنا ان احنا ناخد هذا ناخد هذه التجربه. استمرت تقريبا 4 أشهر تسجيلات، سجلت اكتر من 40 ساعة. بسم الله ما شاء الله. هو كل ما يعني احنا بعد ما خلصنا المذكرات حجم الحاجات اللي احنا افتكرنا ان احنا ما حطيناهاش تقريبا توازي جزء تاني اكبر من الكتاب من توازي جزء تاني من الكتاب. الكتاب 492 صفحة. مليانين حياة، مليانين حياة بشكل من الطفولة. طب انا عايزه اتكلم بقى عن الحياه دي. فكره ان الفنان فاروق فلوكس عاصر منذ ايام الملكيه وحتى الان، شاف اشكال مختلفه من الحياه بقى، ومراحل كتير عدت على مصر، مراحل كتير من شكل الفن، التعامل مع الهندسه، حاجات كتير قوي ومحطات كتير قوي ممكن تكون ماده ثريه وقدر يتكلم عنها وحضرتك تبرزها في المذكرات. ماده في غايه الثراء الزمن، وانا مش مذكرات فنيه، مذكرات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه، وبتلم يعني مرصود فيها شكل المجتمع وهو بيتحول من سنه 37 لغايه يومنا ده. هو مواليد 10 فبراير سنه 37، وكان من حسن حظه انه مولود في مواجهه قصر عابدين، يعني هو كان جار الملك. فانك تبقى موجود في مواجهه قصر الحكم بشكل تلقائي، شاهد كتير كمان على انت بتصحى الصبح تشوف الملك وخارج بالموكب بتاعه، مين اللي داخل قصر الحكم، مين اللي خارج من قصر الحكم. المنطقه اللي حوالين قصر عابدين هي منطقه كوزموبوليتان متعدده الثقافات والاعراق بشكل اللي هو كان بيوصفه لي حاجه تاهل تجعل النشاه دي بشكل تلقائي تطلع حد مختلف بيتعامل مع مصريين بكل الاجناس، نوبيين وبحراويين، وبيتعامل مع اجانب، طليان، انجليز، فرنسويين، بيتعامل مع هنود، بيتعامل مع مسلمين، يهود، مسيحيين، كل ده كان موجود لانها كانت مدينه الحكم. ميدان عابدين كانت المنطقه والمنطقه المجاوره ليه هي منطقه الحكم. فكان حوالين منطقه الحكم كل الثقافات اللي ممكن تكون موجوده في مصر في العصر ده كمان، وكان عصر يعني انفتاح ثقافي، والقاهره كانت من اهم. ممكن احنا بنشوف صور دلوقتي برضه ليه. دي 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 عروض، يعني ده عرض الوحيد على المسرح. الصوره اللي فاتت للفنانه ناديه لطفي، عملت مسرحيه واحده اللي هي مسرحيه بامبا كشر مع الاستاذ يحيى الفخراني مع سمير خفاجي. كل دي من الصور. انا الصور يعني الصور دي طلعتها، ده يعتبر فرز العاشر من 65,000 صوره. محتفظ. لا لا قول الرقم تاني. 65,000 صورة. ازاي فرست 65,000 صورة؟ قعدت فيهم قد ايه دول؟ لو ازاي هو محتفظ ب 65,000 صورة؟ لا فكرة الاحتفاظ ب 65,000 صورة. بالظبط فكرة الاحتفاظ المهندس بقى الفنان الانسان فاروق فلوكس، واسمه فاروق توفيق صالح مبارك. مثلا انا وانا قاعد بكتب معاه الحاجة وبنسجل، فاحنا بنتكلم عن معلومه معينه، ولتكن ان هو مثلا دخل مسبيرو سنه 65 بس هو ركب بالاتوبيس النهري مثلا، فخلاص انا بحط المعلومه كده. بعد ما خلصنا كل الكلام في مرحله توثيق، لانه ربما يكون في اختلاف في التواريخ، افتكر حاجه، نسي حاجه.
تذكره الاتوبيس النهري موجود عنده. لما نزل انتخابات في كليه الهندسه الدعايه الانتخابيه موجوده من ضمن الصور. الدعايه الانتخابيه اللي عملها سنه 61 موجوده عنده الحاجات. لما يسافر بره كل الاماكن اللي ده بيعكس اللي احنا امام شخصيه منظمه ومرتبه. هو انا ما اعرفش، هو مش خريج وثائق ومكتبات، لكن اعتقد ان هو يصلح لانه يكون عميد كليه قسم مسؤول كبير في التوثيق. لا بشكل عظيم جدا. فبالتالي انا وانا بقى في مرحله التوثيق بعد مرحله التسجيل، انا فوجئت ان هو في حاجات، لا ده في حاجات انا كتبتها وانا بتشكك، لا دي كانت تاخد راحتها. يعني مثلا هو كان بيتكلم عن انه راح للمخرج الكبير نور الدمرداش علشان يعمل في مرحله لاحقه من دخوله في موضوع الفن يعني يأسس مسرح جامعي. الأسماء اللي موجودة في المسرح الجامعي اللي هو بيقولها لي أسماء أصبحت بعد كده نجوم. صحيح التجربة ما اكتملتش، بس ألاقي عنده الدفتر بتاع الحضور والغياب بتاع الممثلين اللي بيجوا بروفات المسرح الجامعي وأول مسرحية، حاجات اللي متأرشفة من سنة 65، من سنة 61. فزي ما بقول لحضرتك مثلا كانه كان يعلم بانه هيوثق في يوم من الايام كل هذه المذكرات. لا هو مش بقى بيوثق لمذكراته كمان، هو ما فيش حصل في مصر حدث كبير الا لما ليه ملفات عنده. وليكن مثلا احنا بنتكلم عن الارهاب، هو عنده تاريخ مؤرشف لكل العمليات الارهابيه اللي حصلت في مصر من السبعينات الثمانينات، الكلام ده كله مؤرشفه بالترتيب لغايه يومنا ده. عنده حاجة أظن أنها مش موجودة في حتة، عنده أعداد مجلة الهلال من سنة 46 حتى الآن دون أن ينقصها عدد واحد. ده مش موجود في الهلال نفسه، مش موجود في دار الهلال نفسه، لأن هو بدأ يقرأ مجلة الهلال سنة 46. ومجلة الهلال هي نقدر نقول كده أنها كانت منبر الآراء والأفكار كلها، عباس العقاد وتوفيق طبعًا الحكيم ونجاح. مفيش حد من الأسماء العظيمة دي للواحد جسمه يقشعر لما يسمعها كان بيكتب، كانش بيكتب في مجلة الهلال. فلما أنا أبقى طفل عندي 15 عندي 15 سنة ولا شاب صغير من سنة 46 والدي بيجيب لي مجلة الهلال، ويبقى دي نوعية الحاجات اللي أنا بقراها، مش غريب إن أنا لما أوصل لإن أنا يبقى عندي 50-60 سنة تبقى مكتبتي فيها 40,000 كتاب. هو مش غريب بس صعب انه يحتفظ بال 40,000 كتاب وانه يرشفهم وانهم يبقوا كلهم بحاله جيده وانه يبقى عارف حاجته. لا عارف يعني لا عارف حاجته طبعا. ما يعني يسر بقى ليها كل الشكر والتحيه لان هي الحاجات دي متوزعه عندها بشكل بس عارفين احنا عملت يعني كمخرجه عملت الاخراج المكتبي لهذه المكتبه، عملت اخراج مكتبي وهو يسر في حياه العمر شاطره في ده بصراحه. وهو كمان لما يحط حاجه مثلا على المكتب يعني عايز يتكلم في ملف معين يبقى الملف الابيض اللي على الشمال في المكتب خلاص ده معروف شديد التنظيم. برغم من ده ما لقيناش ان في جانب من الجوانب تم التركيز عليه اكتر من غيره في المذكره، نقدر نقول انها بانوراما. ما فيش مثلا الجانب الفني او علاقته بالهندسه فقط او علاقته بالطفوله او بدايته في الطفوله فقط او الجانب السياسي فقط، ما فيش حاجه كانت واخده مساحه اكتر من غيرها في المذكره. هو انا كنت نفسي هل ده كان متعمد؟ لا انا كان نفسي ان يبقى في حاجه بركز عليها بس انا مش عرفتش اركز على حاجه. ليه؟ اولا الجزء الخاص بالطفوله ووصف التحولات السياسيه اللي عاشت فيها مصر وهو ليه راي فيها فيما يتعلق بقى من بدايه الملك ثم الأزمة بتاعة الحكومات مع حكومة حادث 4 فبراير ثم حريق القاهرة ثم ثورة 52 ثم تغير نمط الحكم وتغير شخوص الحكم، ده لوحده جزء. بعدين تكتشف ان هو يطلع الأول على مدرسته في المرحلة الثانوية وبعدين يدخل كلية هندسة وهي كانت حلمه الأساسي، وهو في كلية الهندسة بالصدفة يدخل بقى في دمه عشق الفن. امال القانون جاء امتى؟ لا ده القانون ده في مرحله ثانيه، ده بعد ما اتكلف بقرار من رئيس الجمهوريه للعمل في المصانع الحربيه. مدير المصنع شاف فيه ان هو شاب نبيه جدا، قال له تعالى احنا في مرحله معينه كمان كام سنه هيجيبونا علشان نبقى كيان مستقل وده هيحتاج خبرات قانونيه، انا وانت هندرس القانون في جامعه القاهره وناخد الليسانس عشان نبقى مستعدين قانونيا للمفاوضات بتاعه فصل المصنع
يعني التنظيم والتخطيط ده كان طبيعة يمكن بتاعت مرحلة بقى أو الشباب في الوقت ده كانوا كلهم عندهم القدرة دي وبعضهم تميز فيها. فيجيب مين؟ أنا أهو ما هوش بس أستاذ فاروق فلوكس. يجيب فاروق فلوكس أنت بتقول أهو صديقه كمان ده مدير المصنع مش صديقه ده هو أول ما دخل أصلا في مصنع التسعة الحربي الشخص اللي استقبله مديره مدير مصنع التسعة الحربي هو بدأ يعمل الحركة وشافوا أنه شاب دؤوب يعني فتعالى لا أنت ذكي فهتدرس قانون وأنا هدرس قانون والعربية الخاصة هتوصلنا احنا الاثنين يعني أنا أروح يوم وأنت هتروح يوم بعربية الخاصة ما أنت مش كل موظف عندك هتدي له فرصة أنه هو يدرس عشان لازم تكون لمحت في حاجة وشايف في حاجة اللي هو يستحق اللي أنت قبل ما يدخل مصنع تسعة الحربي بتحصل في حياته صدفة غريبة جدا إيه الأستاذ حسن فهمي اللي هو والد رئيس الفن الشعبي الشهيرة فريدة فهمي طب. هو كان رئيس القسم الميكانيكا في كلية الهندسة جامعة القاهرة والشيء الغريب ان هو كان كمان عميد معهد السينما ما عرفش ايه العلاقة بس هو كان مسؤول عن الاثنين فلما فاروق فلوكس بدأ مسيرة الفن بقى كهواية في جامعة القاهرة ومع الفنان الكبير فؤاد المهندس والفنان الضيف أحمد وعلاقة نتكلم على علاقة بثلاثي أضواء المدينة دي قصة تانية فقرر ان هو يخش معهد السينما فراح معهد السينما في اختبارات قبول يا جماعة في ست اختبارات قبول دخل اختبارات القبول جاوب عليها كلها طلع الأول في نتيجة الاختبارات دي وفي بقى زي مقابلة شخصية فدخل لقى الأستاذ حسن فهمي ما كانش دكتور كان الأستاذ حسن فهمي فقال له يا فاروق مش انت عندي في القسم في كليه الهندسه قال له قال له مش انت جاي لك جواب مكلف من قبل رئيس الجمهوريه بالعمل في المصانع الحربيه قال له لا احنا مش عايزين ممثلين عايزين مهندسين فحرمه من انه يدرس مصر السينما مع السينما كانت الدفعه اللي فيها حسين فهمي واسماء كبيره يعني في معهد السينما فاضطر ان هو يبدا يركز في شغل الهندسه وهو خد في الرحله دي كمهندس متنقل من كيانات كبيره جدا زي شركه النصر للاستيراد والتصدير زي شركه السينما التنقل ده عمل فيه مسيره عظيمه مهنيه يعني في الهندسه لغايه ما وصل لدرجه وكيل وزاره في الهندسه وفي نفس الوقت ماشي في التراك الفني يعني عشان كده احنا يعني او اخترتم عنوان الزمن وانا علشان يسلط الضوء على ما فعل به الزمن في خلال هذه الفترة أو هذه المسيرة فنقدر نشوف إزاي شكل جوانب مختلفة من حياته بالضبط كده أستاذ فاروق هو اللي اختار؟ هو اللي اختار كلمة أنا كنت عايز أعمل حاجة اسمها هو مؤمن وأنا كمان مؤمن بأنه الزمن ده عامل زي الوبور بتاع القطر وبيمشي ملوش دعوة بحد يعني لا شيء يعطل الزمن نهائي الزمن ماشي وبيهرس تحت منه الأحداث والاشخاص يعني مفيش يوم مش 24 ساعه صحيح الزمن بيجري بلا توقف ومفيش حد يقدر يوقفه فانا كنت مثلا حاطط اسم مقترح اسم وبور الزمن او مثلا حجر الرحايا لان هو حجر الرحايا اللي بيلف ده مش هو المنتج رغم ان هو اكتر حاجه بتتعب في الموضوع هو في الاخر استقرينا على اسم الزمن وانا لانه بيعبر شويه عن رؤيته في الفكره اللي انت بتقولها انه الزمن هو اللي يعني احنا ما بنعملش حاجه هو اللي بيشكل بقى كل الاحداث فكره طرح او في شكل مطروح ان المذكرات يتم تقديمها بشكل مختلف بودكاست مثلا او شكل مختلف بحيث ان احنا نحافظ على استمراريتها فتره اطول يسر بقى عندها الافكار الجميله دي هيستعمل ده ما اعرفش هل ممكن الموضوع يتطور ان هو يتعمل في عمل اخر يعني ولا لا بس هي مركزه كويس العلاقه ما بينها وما بين والدها ربنا يديله طول العمر يعني علاقه جميله وفريده اصدقاء انا نفسي احب ان يبقى بنتي بهذا القدر من السند لما ابقى في المرحله العمريه دي ربنا يخليه لها ويحفظه يا رب وهي عامله
يعني عاملة اللي عليها وزيادة. يعني احنا شهادتنا فيها هتكون مجروحة برضو عشان يعني هي يعني زميلتنا في هذا المبنى تحديدا، ويمكن احنا يعني عاصرناها وشفنا قد ايه هي كمان عندها ملكة الاخراج المتميز، بتعرف اللي هي توثق الحاجة بشكل كويس، وكده عرفنا جابتها منين، جابتها من والدها يعني. لا دي حقيقة هي يعني طيب. تشبه له كثيرا. احنا ما اتكلمناش على علاقته بقى بالفنانين تحديدا، لان كانت في هذه الفتره من الزمن كان في نجوم وكان في اسماء ساطعه في سماء الفن تحديدا، لو هنتكلم على ثلاثي اضواء المسرح تحديدا وغيرها من النجوم او غيرهم من النجوم والفنانين، كانت علاقه فاروق فلوكس بيهم ايه؟ هو دخل المجال الفني بالصدفه، هو كان موهوب وتعلم الرسم والحاجات، يعني دي قصه صغيره بس محتاج احكيها. اتفضل. هو كان في مدرسه اسمها مدرسه القرابيه، كان ليه صديق نوبي، طفل نوبي، والده كان من المساعدين لمصطفى باشا النحاس، فكان شاف فاروق طفل اسمه فاروق عنده في البيت بيرسم، فمين يا اولاد اللي رسم الرسمه دي؟ قالوا له ده فاروق. من الطبيعي ان هو برافو عليك يا حبيبي شاطر. لا ده تاني يوم راح المدرسه قابل مدرس الفن في المدرسه، قال له في عندك طفل اسمه فاروق، خلي بالك منه ونمي مهارته لانه موهوب. يعني انا بكلمك مش ان هو بيوصي على ابنه، ده بيوصي على صديق ابنه اللي شافه في بيته بالصدفه وشاف منه رسم، فراح وصل المدرس. المدرس خده اتعلم الرسم عند في مرسم يملكه رسام يهودي، ووداه الجمعية الجغرافية اتعلم نسب الرسم والخرائط الجغرافية، فأصبحت عنده موهبة. الموهبة دي وهو في كلية الهندسة استغلها في أنه كان بيساعد الطلبة في تصميم اللوحات الهندسية، هو لازال حتى الآن خطه جميل جدا، رسوماته جميل جدا، عنده كم عظيم من الرسومات اللي البورتريهات بالفحم وبالقلم الرصاص وأعمال فنية في البيت عنده. وهو بيعمل الحاجات دي شافه حد صديق اسمه مصطفى النيال، قال له ما تيجي تمثل. طيب خلاص تيجي تمثل. راح يحضر بروفات تبع مسرح كلية الهندسة، أول بروفة فشل فيها، بعد كده فضل يكمل لغاية ما جابه الأستاذ أبو بكر عزت، الفنان أبو بكر عزت رحمة الله عليه، طلب إن هو من الناس الموجودين يعملوا عرض بانتومايم تمثيل صامت، فهو اللي المفروض كان قاعد يعني نوع من انواع كماله العدد كده، طلع عمل العرض البانتومايم تمثيل الصامت، نجح فيه يقدمه ياخد فيه ميداليه في كليه هندسه، يوجهه ابو بكر عزت لرعايه الشباب. فاروق فلوكس الطفل اللي نجح في الرسم وتحول الى الهندسه، ومن الهندسه الى الفن والفن البانتومايم واشكال مختلفه ودراسه القانون. فاروق فلوكس الذي لا يعرفه احد، وحضرتك قدمت الجانب الذي لا يعرفه احد في حياة الفنان فاروق فلوكس اللي بنوجه له كل التحية، يعني ربنا يبارك في صحته وفي الأعمال الجميلة اللي قدمها لنا. وحضرتك طبعا أبرزت بقلمك يعني شكل هذه الحياة، احنا بنشكرك وسعداء بوجودك وسعداء بإنتاجك. أهلا وسهلا. شكرا للكاتب الصحفي حسن الزوام، بنشكر حضرتك فندم على يعني هذا اللقاء، وطبعا الشكر لصاحب الفضل ان حضرتك تكون معنا في هذا اللقاء، الفنان القدير فاروق فلوكس، ربنا يدي له الصحة يا رب. شكرا لك وطولة العمر. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبل عدد من الرحلات اللي بتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات، وعلى مدار الكام يوم اللي فاتوا شفنا مع بعض قد إيه المعرض شهد زيارات دورية من مدن الأسمرات وأهلينا واحد وأهلينا اثنين ورودة السيدة والخيالة وأماكن مختلفة، وده بمشاركة عدد كبير من الكتاب والباحثين التربويين. خلينا نقرب أكتر من المبادرة دي، معانا عبر زوم الأستاذة أمل جمال الكاتبة والباحثة التربوية اللي شاركت في ورش حكي الأطفال لهذه المناطق. أستاذة أمل صباح الخير عليك.
صباح النور، صباح النور على كل مشاهدين قناة الأولى، صباح النور على مصر كلها. صباح الفل عليك يا استاذه امل. دي الزياره الثانيه للاطفال، ويمكن في زيارتهم الاولى كان في استقبال كبير، وكان في مجموعه كبيره من الندوات اتعملت، ندوات صحيه وندوات ثقافيه وتوعيه مروريه، حاجات كتير قوي. حضرتك كنتي من ضمن المشاركين في ندوه الحكي، كان موضوع الحكي اللي حكيتيه عن ايه؟ هو انا عايزه انوه ان هو برضو النهارده عرفت انه في واحده يعني رحله ثالثه النهارده، يعني ممكن يكونوا وصلوا دلوقتي او على وشك ان هم يوصلوا. انا الحقيقه كنت سعيده جدا بمشاركتي في الحكي مع الاطفال دول. احنا حكينا واحنا غنينا، وكنت فرحانه جدا انه الاطفال يعني عينيهم بتلمع كده بالبهجة، بيشوفوا معرض الكتاب لأول مرة، بيتحركوا وبيحسوا إن هم يعني زيهم زي أي حد في النسيج الشعب، وإن الناس كلها مهتمية بيهم وإن بلدهم مهتمة بيهم. الحقيقة يعني كمان بالرسوم اللي على وشهم، اللي على وشوشهم والضحكة بتاعتهم، أول لما جم إحنا حكينا يعني حكاية جميلة تفاعلية، وسألت كمان الولاد نفسكم بكرة تطلعوا إيه، وغنينا للأم وغنينا للأب وغنينا للبلد، وسألتهم أحلامكم إيه. كتير منهم كان نفسه يبقى ضابط، حتى البنات قالت انا كمان عايزه ابقى ضابط. فانا استغربت، قلت لها يعني انت عايزه تبقي ضابط ليه؟ تلات اربع بنات نفسك تبقي ضابط؟ قالت لي انا نفسي عشان احمي البلد واحمي دول، يعني قصدها على يعني اصدقائها ومنطقتها وكده. قلت لها على فكره انت ممكن تبقي ضابط، ممكن تبقي دكتور ضابط، دكتوره ضابط بالشكل ده. الصبيان برضو نفس الحكاية، البنات والصبيان. وكمان كان فيهم بنوتة بتقول لي أنا برسم كويس جدا، ممكن تساعدوني عشان أبقى رسامة كبيرة؟ قلت لها إحنا هنا وبلدك كلها هنا عشان تحققي اللي أنت عايزاه، لأن أنت يوم ما تحققي اللي أنت عايزاه أنت بتحققي جزء من 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 كيان مصر وجزء من عظمتها، وما تستصغريش ابدا اي حلم انت تحلمي بيه. انت استاذ امل، عاوز اعرف من حضرتك بعد صباح الخير طبعا، عاوز اعرف من حضرتك يعني استاذ احمد اهميه هذه القصص اللي حضراتكم بتحكوها لهؤلاء الاطفال، اللي يمكن من الكلام اللي حضرتك قلتيه يعني بان قد ايه هم عندهم لسه الفطره موجوده عندهم، وعندهم هدف وعندهم حلم، خلينا نقول لم يلوث بعد او لم يشتت. ازاي يعني استقبلتوا ردود افعال هذه الاطفال تحديدا او هؤلاء الاطفال، والرسائل اللي انتوا بتوصلوها للاطفال تحديدا من خلال هذه القصص؟ هي كانت اهم الرسائل انه انت كطفل مهم، كانسان انت انسان انت مهم، انت كيان مهم. انت حد مقدر في بلدنا، في بلدك. انت بتحلم بايه بكره؟ نفسك في ايه؟ كنت القصص اللي انا يعني قدمتها كانت خاصه بالعيله، بالتماسك بالبلد، وكلنا بعدها قلنا مع بعض تحيا مصر تحيا مصر. كانوا فرحانين وهم بيهتفوا، كانوا فرحانين. كل اطفالنا المصريين اكيد عندهم الانتماء ده استاذه امل، لان احنا عارفين ان كل اولادنا المصريين شبه بعض وزي بعض، على الاقل بتجمعنا نفس العادات والتقاليد، وبتجمعنا نفس الارض اللي احنا متعودين ان احنا دايما محميين فيها. فكره تقديم الحاجات المختلفه، فكره تقديم ندوات لها علاقه بالعادات الصحيه الغذائيه، فكره تقديم ندوه تغذيه في متناول يد الاطفال او في متناول يد الاسر مختلفه الطبقات او مختلفة القدرة المادية، فكرة ان احنا نعرفهم حقوقهم وواجباتهم، فكرة ان احنا اللي زي ما بنعرفها لباقي الاطفال، اعتقد ان دي فرقت كتير مع هؤلاء الاطفال ومع باقي الاطفال اللي كانوا كمان موجودين في القاعة الطفل المخصصة للاطفال. كل الشكر ليكي الكاتبة امل جمال، احدى المشاركات في ورش حكي للاطفال بمعرض الكتاب، نورتينا، اهلا بيكي.
يعني في حياة الأمر لسه مهتمين بالأطفال بالبراعم الصغيرة تحديدا، لأن مصر يعني تولي اهتمام كبير لهذه الفئة، ويمكن ده اللي ظهر في أو ترجمته جائزة الدولة للمبدع الصغير. أكثر من 10,000 طفل مبدع قدموا السنة دي في هذه النسخة، النسخة الثالثة من جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. في حقيقة الأمر إن ده رقم كبير، رقم كبير خاصة لو عرفنا إن أكتر من ضعف المتقدمين للجائزة في السنة اللي فاتت، يعني والأجمل إن كمان أكتر المتقدمين كان من محافظات الأقاليم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ أحمد، وصباح الخير أستاذ منى، وصباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. بنتكلم على 10,000 مبدع صغير أو يرى في نفسه مبدع قدم للنسخة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير تحديدا. قبل ما نتكلم على الرقم، عاوزين بس كده سريعا يعني نعرف الناس إيه هي جائزة الدولة للمبدع الصغير. جائزة الدولة للمبدع الصغير هي تلك الجائزة المتميزة التي أطلقتها مصر الحقيقة العام قبل الماضي. لماذا هي متميزة؟ لأنها الأولى من نوعها في هذه المنطقة. ربما هناك مسابقات كثيرة تعد بالمئات بتقدمها جهات ومؤسسات مختلفة صحيح. على مستوى الدولة، لكن لعلها هذه المرة الأولى التي تخصص فيها الدولة المصرية جائزة تحمل اسمها للأطفال في الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة. جائزة بتحمل اسم مصر لها قيمة كبيرة، وبتعطي الحقيقة هذا الجيل الجديد نوع من الأمل والدليل بالفعل لا القول أن هناك اهتمام من الدولة بموهبتهم وإبداعاتهم. وإحنا الحقيقة في إطار الدورة الثالثة بدأنا كما ذكرت العام قبل الماضي، لكن هذا العام الحقيقة جاء متميزا في عدة نواحي كما ذكرت حضرتك، سواء من حيث الأرقام، سواء من حيث طريقة التقديم، سواء من حيث المحافظات اللي تقدمت وأعداد المتقدمين منها، وكلها الحقيقة ملامح إيجابية جدا ومؤشرات بتدل على أنه الجائزة بدأت الحقيقة تحقق المرجو منها على مدى الفترة الماضية، وبنأمل طبعا مزيد من التقدم والارتقاء بها خلال الفترة القادمة. يا رب. أكيد في اشتراطات في الفئات العمرية في المجالات، وفي شرط جديد تم إضافته السنة اللي فاتت أو مجلس الوزراء أقره السنة اللي فاتت، أن يكون الطفل مصري حسن السمعة. فكرة إضافة حسن السمعة دي للتأكيد على الأخلاق الكويسة والقيم المصرية، بالإضافة بقى للاشتراطات اللي حضرتك هتقولنا عليها اللي هي الفئات العمرية والمجالات اللي بيقدم فيها الإبداع. يعني هو القاعدة طبعا، القاعدة أنه الحمد لله كل الأطفال المتقدمين خاصة إذا كان بيتمتع بموهبة ولديه قدرة على الإبداع، أنه الحمد لله بتتوفر فيه كل المواصفات طبعا السلوكية والتربوية اللي احنا بنتوقعها من متقدم لمثل هذه الجائزة، خاصة أنه في مرحلة متقدمة منها سيكون هناك لقاء شخصي، يعني بيبقى فيه انترفيو ومقابلة مع في المرحلة الثانية لهؤلاء الذين اجتازوا المرحلة الأولى. اسمحيلي بقى حضرتك ننتقل الى يعني الفئات العمريه ومجموعه من الارقام لانها مهمه جدا، لانها بتعطي مؤشرات صحيح. احنا الجائزه مخصصه للفئه العمريه من 5 سنوات إلى 18 سنة، لكن داخليا تم تقسيمها الى فئه عمريه اولى من 5 إلى 12 سنة، ثم الفئه العمريه الثانيه من فوق 12 سنة إلى 18 سنة. طبعا ده مراعاه للفروق الفرديه، وان احنا نراعي انه الفئات العمريه تكون في تنافس مع من يواكبها في نفس السن وفي نفس القدرات. نعم. السنه دي زي ما الاستاذ احمد ذكر في المقدمه، تلقينا اكثر من 10,000 طلب من متقدم مبدع صغير من كافه اقاليم ومحافظات مصر. نعم. هذا الحقيقه رقم يعني رقم كبير فعلا. والمهم انه ليس فقط بالعدد، ولكن طبعا في نوعيه وجوده العمل المتقدم، لانه زي ما حضراتكم عارفين هناك شروط حاكمه وضابطه لعمليه التقدم، يعني مش اي حد بيتقدم، لان مره اخرى هذه جائزه الدوله ليست فقط مسابقه عاديه.
دكتور هشام، لو هنفند هذا العدد يعني عايز يعني انتهز هذه المناسبه بسرعه، لانه هذا العدد الحقيقه يستوجب ان احنا نتقدم بالشكر للجهات اللي تعاونت معانا، لان في جهات كتير تعاونت مع وزاره الثقافه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب، الجامعات، طبعا داخل وزاره الثقافه نفسها قصور الثقافه. ولذلك الحقيقه ان العدد ده بيمثل ويقدم مؤشر على انه المحافظات اللي احنا كنا بنستهدف دائما حتى خارج اطار مسابقه المبدع الصغير كايصال لخدمه ثقافيه لها بدات تحقق اهدافها. صحيح. وده هدف استراتيجي الحقيقه للوزاره من خلال تحقيق. بمناسبه يا دكتور الحديث عن المحافظات، خليني اسال حضرتك اي محافظه كانت صاحبه النصيب الاكبر من التقديم، وهل كفه الولاد اللي كانت يعني طبت او كفه البنات؟ طيب، هو بالنسبه للمحافظات، محافظه اسيوط جاءت في المرتبه الاولى. صحيح. حوالي يعني 3400 مبدع صغير من اسيوط وحدها. وهذا رقم لافت جدا، لانه معنى هذا انه هذه المحافظه وابنائنا في الصعيد بدا يكون هناك اهتمام بالفنون، هناك اهتمام بالاداب. ولابد ان نذكر ايضا انه ونوجه الشكر لاولياء الامور في هذه المحافظه انهم كانوا حريصين على توجيه اولادهم للتقدم للمسابقه. نقدم الشكر لكل الجهات والمؤسسات الثقافيه العامله في المحافظه، لان يقينا كان هناك دور. هذا الرقم لم ياتي من فراغ. بعد اسيوط جاءت الوادي الجديد في المرتبه الثانيه. هذه ربما للمرة الأولى التي نخرج فيها المرتبة الأولى والثانية عن نطاق القاهرة الكبرى، يعني القاهرة والجيزة، يعني الصعيد والمحافظات الفضلية المظلومين على مدار سنوات لم يعودوا مظلومين. بالعكس، ده بقى الدعم اللي بيحاول يقدم في الفترة الأخيرة، ومحاولة إن كل المصريين يبقوا حاسين إن وصل لهم نفس الخدمات بنفس الشكل، أو مزيد من الجهد بذل في قصور الثقافة يمكن، أو في الأماكن الثقافية المختلفة هناك، وصل للأطفال وابتدى يجيب نتيجة فعلا يمكن بعد أهو سنتين يا أحمد من الشكل المختلف من المسابقة، أهو ابتدى يجيب نتيجة. وحضرتك بتقول إن الأعداد بتتصدر في المحافظات اللي ما كانش بنبقى لاقيين منها حد قبل كده. ده صحيح. بعد يعني الواحد طبعا مش هنقول القائمه كلها، لكن خليني اقول لحضرتك المراتب الخمسه الاولى على الاقل. احنا بعد اسيوط جاء في الوادي الجديد، ثم الجيزه، ثم القاهره، ثم الاسكندريه. بالنسبه بقى لسؤال الاستاذ احمد عن موضوع البنين والبنات، لان ده دائما يعني سؤال بيطرح كل عام. الحقيقه كان يعني كان انا متوقع البنات هذا العام للبنات. انا توقعت البنات بصراحه. لدينا حوالي 6500 مبدعة صغيرة تقدموا في كافة المجالات، وحوالي 3400 من أبنائنا من البنين. يعني ده برضو طبعا واضح جدا أن هناك يعني النسبة الغالبة للبنات، بس ده يعني رقم واضح، لكنه رقم المجالات يعني الأرقام دي متوزعة ازاي على المجالات. احنا عندنا مجال الفنون ومجال الآداب زي ما حضراتكم عارفين، ومجال التطبيقات والمواقع الإلكترونية. احنا عندنا مجال الفنون كان بيحظى بالنسبة الأكبر من المتقدمين، لأن ده فيه حضراتكم يعني هي المهارات عادة بتكون متواجدة أكتر في هذا المجال، لأنه ده بيشمل الرسم، وده الحقيقة بيحظى بنسبة كبيرة جدا. عندنا العزف والغناء، لكن أيضا في مجال الأدب احنا عندنا حوالي 800 مبدع صغير تقدموا في مجال الكتابة للقصة القصيرة. وإذا أضفنا لي لهذا العدد الكتابة للمسرحية، العدد بيكون حوالي 1000 مبدع صغير في مجال الكتابة لوحدها. صحيح. وده الحقيقة أيضا رقم ومؤشر جيد جدا. وبالمناسبة لأنه الهدف من جائزة المبدع الصغير ليس فقط تقديم جائزة مالية، ولإنما يكون هناك رعاية لاحقة. وفكرة الرعاية وفكرة الاهتمام بيها، وده الحقيقة ده مبدأ الوزارة ومعالي وزير الثقافة حريصين عليه. وهو ده الهدف الرئيسي يا دكتور من هذه الجائزة، هو فكرة الاهتمام بالنشأ، الاهتمام بالبراعم الصغار، لأن يعني هم النهاردة صغار، لكن
غدا سوف يكونون قادة لديهم بالضبط الاستثمار في المستقبل زي ما قالت منا. بنشكر حضرتك الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. ولو بنتكلم منا على يعني ملخص كده اللي احنا سمعناه من الدكتور، انا من وجهة نظري شايف ان الارقام اللي موجودة دي هي ارقام طبيعية جدا. فكرة ان البنات، انا توقعت ان البنات تكون موجودة علشان سنين كتيرة جدا، بنتكلم على تقريبا 7 أو 8 سنوات شفنا مبدأ تمكين المرأة. أعتقد الفتيات لو ما كانتش شايفة ده حصل قدام عينيها كنائبات كوزيرات أو غيره، وشفنا كان وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدائم السابقة وغيرها، إذن المرأة تتبوأ، المرأة التي لديها الفن ولديها القدرة على المعرفة لديها قدرة أيضا على أن تتبوأ المناصب القيادية بالفن بالثقافة بالعلم بالمعرفة، وتحقق مبدأ مهم أوي أنت قلتيه، فكرة العدالة في التنمية والعدالة في الثقافة، اللي أنت توصليه لمحافظات حدودية، توصليه للصعيد المنسي الذي لم يعد منسي اليوم، أعتقد حققت مبتغاه في استراتيجية الدولة اللي بتشتغل عليها يعني. ما عنديش ختام بعد ختامك. مشاهدينا حلقتنا خلصت النهاردة، كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات، إن شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد. كنا معاكم أحمد عبد الصمد ومنى شرقاوي. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.